الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الجامع لمكارم الأخلاق. ضيوفنا الكرام، فريق جامعتنا الحبيبة من رئاسة وإدارة فرع وعاملين وطلبة، الحضور الكريم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا المشاركين في ندوتنا اليوم، سيادة العميد علاء شلبي رئيس شرطة محافظة رام الله، سيادة العقيد سامر الهندي رئيس دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة قيادة شرطة محافظة رام الله، فضيلة الشيخ الدكتور ماجد صقر مدير دائرة إعداد الدعاء وزارة الأوقاف. أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم. زملائنا الكرام ممثلي إدارة فرع الجامعة وإخوتنا الأعزاء أعضاء الهيئة التدريسية الكرام، إخوتنا الكرام طاقم تلفزيون فلسطين مباشر، وزملائنا المحترمين طاقم فضائية الجامعة التعليمية، أهلا وسهلا بكم. اسمحوا لنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم تلبيتكم دعوتنا ومشاركتكم لنا هذه الفعالية التثقيفية الهامة، وعنوانها جريمة الابتزاز الإلكتروني، تعريفها القانوني، أشكالها، ضحاياها، وطرق الوقاية منها. اسمحوا لي باسم رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور يونس عمر، وباسم إدارة فرع الجامعة في رام الله عين مصباح الأخ الدكتور حسين حمايل، وباسم عمادة كلية التنمية الاجتماعية والأسرية الأخ الدكتور إياد أبو بكر، وباسم أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية حفظهم الله جميعا، نرحب بكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. في هذا اليوم المميز أرحب بالمشاركين في هذه الندوة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة. كم تغمرنا السعادة ونحن نلتقي مع تعدد التطلعات والاهتمامات لنناقش قضية من أهم القضايا التي تتصدر أولويات الاهتمام على مستوى الجامعة والكلية ومجتمعنا الكبير بأجهزته المختلفة ومؤسساته المتنوعة. أخوتي، مع الانفتاح العالمي وهبوب أعاصير المؤثرات الغربية عبر وسائل التكنولوجيا والإعلام الأممية وتسمم الأجواء بثقافات وافدة، نشأت مشكلات عدة ومعضلات متعددة باتت تهدد أمن وأمان إنساننا الفلسطيني وأسرتنا الفلسطينية ومؤسساتنا الفلسطينية، وباتت تشوه الشخصية السوية التي كلفنا الله ببنائها ورعايتها. لهذا فإنني تشرفت وبالتعاون مع إدارة الفرع وعمادة الكلية وزملائي أعضاء هيئة التدريس وطلبة الأعزاء بتنظيم هذه الندوة، حيث نهضت بالفكرة وخططنا سويا للندوة لتساهم مساهمة إيجابية في توضيح جوانب هذه الجريمة الشنيعة والمعيبة التي تطال كل جميل فتجعله رمادا أسودا عظيم النفع. لذا فإنني أتأمل عبر هذا الجمع المبارك أن نخرج بنتائج واقعية منهجية يستفيد منها الجامعة بطلبتها وهيئتها الأكاديمية والإدارية ومجتمعنا بشكل عام. اسمحوا لي أولا أن أطلب من الأخ هاشم أن يتلو آيات عطرة من القرآن الكريم بداية لافتتاح الندوة. أستاذ هاشم، أنا خايفة محجوز برا. كنت عندك هاشم؟ هاشم أنت عندك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إلا الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلمون، ولو أنهم صبروا
أناسكم بالعين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أخوي هاشم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. أخوي هاشم صدق الله العظيم. بارك الله فيك على هذه التلاوة العطرة ونشكرك. أختي أخي هذا الإنسان المقدس فيك داخلك هذا الكيان الصغير الذي يحتضن روحك ونفسك وذاتك القوية المتماسكة كرمه الله وأحاطه بأسرار اللطف والعناية الإلهية الكاملة وحسن التقويم والردع بكل تفاصيله والويل كل الويل لمن يخترق هذه الأسرار أو يتلاعب بها. ثم بيتك أسرتك مستقر أمنك وأمانك وطنك الله هو من أقام بنيانه والله هو من سوره على قواعد من المتانة والحفظ الكامل والويل كل الويل لمن يخترقها أو يتلاعب بها. صروحنا الرسمية والأهلية والخاصة أعمدت وطننا الجميل هذه الأبنية الساهرة على راحة الوطن والمواطن أسس الله لها نظما تؤدي إن أخذنا بأسس الله وشرعه إلى الأداء المتكامل والخدمات النموذجية. هذه الصروح أيضا أحاطها الله بتعاليم وحدود صلبة لا تهاون فيها لتؤتي الثمر الطيب وترفع الكرامة والهامات حمدا وشكرا وحبا في الله ولي الرعاية. الآن الكلمة للدكتور حسين حمايل يتفضل. شكرا دكتورة. أنا بدعوكم بما أنه الموضوع خرج عن موضوع الندوة وواصل يقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي سيادة العميد الدكتور علاء الشلبي مدير الشرطة في محافظة رام الله والبيرة، أخي العقيد سامر الهندي مدير دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية، الأخ والصديق الدكتور ماجد سكر من أخونا من وزارة الأوقاف من الناس البارزين والنشيطين في جانب الدعوة وجانب العمل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم جميعا. أختي الدكتورة انشراح، الزملاء أعضاء التدريس، أخي مالك أبو خليل مدير مؤسسة دار الأمل، الحضور جميعا، زملائي الطلبة أهلا وسهلا بكم جميعا. يعني أنا في البداية أخي سيادة العميد أعتذر عن ضيق المكان، ولكن يعني كما تعلمون هاي مباني مستأجرة، نحن الآن قطعنا شوط كبير جدا في موضوع مباني الجامعة، ونسأل الله أن خلال فترة قريبة جدا نكون في مباني تليق بهذه الإنجازات وبهذه الأعمال المهمة في الجانب العلمي والجانب المعرفي على مستوى وطننا الحبيب. إخواني الأعزاء، موضوع الابتزاز الإلكتروني وفي هذه الندوات أنا شخصيا بحب أن يجي سيادة العقيد سامر الهندي ويبلش يحكي لأنه كل دقيقة مهمة،
موضوع الابتزاز الإلكتروني وما يحصل وكثير من القضايا التي لها علاقة بالإسقاط ولها علاقة بكثير من أمور الابتزاز أصبحت الآن جريمة تصل إلى حد الجريمة المنظمة، وهناك كثير من العصابات ومن الأشخاص قد لا تكون موجود في فلسطين ولكن خارج فلسطين. وكما تعلمون ويعلم البعض في قرية في المغرب اسمها بيرم زمزم، هاي البلد هي أساس الابتزاز، وحتى شبكة المصارف وكيف تحول المصاري للشخص الذي وقع ضحية. إذن القصة خطيرة، ووقع فيها ربة البيت والطفل والشاب والأكاديمي والسياسي و في كل أنحاء العالم تجد أن الجميع يقع في هذه الضحية لهذه الأعمال القذرة. فمن هنا كان لزاما علينا كجامعة وطنية أن نبدأ ونطلق العمل المجتمعي من أجل الوقاية من هذه الجرائم اللي قاعدة بتحصل. شباب وصبايا، مجرد جانا رسالة على الفيسبوك ونبلش نشتغل. أنا ما بدي أطيل كثير وما بدي أحكي كثير لأنه أمام المتخصصين مثل أخوي سامر العقيد سامر الهندي، أعتقد أنه إحنا مش راح نمتلك المعلومة بحكم التجربة والمعرفة والعلم في هذا الموضوع. أنا جدا بشكر جهاز الشرطة الفلسطينية، هذا الجهاز الذي أفخر ويفخر الجميع به رغم صعوبة والعقبات الكبيرة التي تضع لأجهزتنا الأمنية ولمؤسستنا الرسمية في كافة المجالات، إلا أننا نبدع. إمكانيات ضعيفة نبدع. فمن هنا أنا أنقل تحيات الأستاذ الدكتور يونس عمر لكم ولسيادة اللواء حازم عطالله، وأنا بحكي لك باسم رئيس الجامعة ورئاسة الجامعة. فروع الجامعة أخي عقيد سامر مفتوحة أمامكم من أجل نشر هذا الفكر النير الذي يحمينا من كثير من الجرائم ويحمينا كثير من وقوع ضحايا في هذا الموضوع. وأعتقد أنه بعد هذه المحاضرة اللي بدي يوقع بجوز يوقع بإيده، تأكد تماما قد يكون الجهل جانب، ولكن لما أسمع أنا محاضرة زي أتمنى أن يحضرها أنا وأخي العقيد على بجوز عقيد علاء، مش كثير مهم حضورها له لأنه بتمر عليه بشكل يومي بجوز هاي القضايا، بس بالنسبة لي أنا أتمنى أن يحضرها برضو لأن اطلعنا على بعض القضايا اللي زي هيك. ثانيا وقبل ما أنهي كلامي، أنتوا جميعكم الآن دكتورة انشراح من ضمن تقييم هذا المكرر وهذا المساق، يطلب من كل طالب هنا أن يذهب إلى مدرسة في الصفوف الثانوية من هذه اللحظة، وهذا يعني اعتبروه قرار أنه يذهب إلى مدرسة ويعطي محاضرة بناء على هذه المحاضرة. كل واحد بده يجيب لنا محاضرة مصورة في المدارس في مكان سكنه، يذهب إلى الصفوف إلى أي صف يختار صف ويعطي هذه المحاضرة بالتنسيق مع مدير المدرسة. أنا اليوم بحكي مع أخونا باسم عرقات مدير تربية رام الله والبيرة أنه يعطي تعليمات أن طلاب الجامعة الموجودين هنا يذهبوا لإعطاء هذه المحاضرة. يا إخوان هذا جانب وطني وأخلاقي أنه إحنا هاي الأفكار نوصلها لأولادنا، لأنه بجوز أنا متابع أولادي وفيسبوك وحسابهم الأي كلاود وغيره كله معي موجود ومتبعهم، بس كم من شخص متابع لهذا النشئ الذي يعمل والذي يتم العمل عليه ليلا ونهارا. يا إخوان إحنا في وضع احتلال، إحنا لازم نخرج أمام العالم كما يريد هذا الاحتلال، غير أن شعب فاسد وشعب يفتقد الأخلاق. نحن ليس هكذا، نحن شعب الجبارين، نحن شعب رغم كل المضايقات لازم نطلع صورتنا مشوهة أمام العالم من هذا الاحتلال البغيض، لسبب أنه إحنا لا نستحق دولة ولا نستحق استقلال. فعشان هيك أتمنى أن تخرج هذه الرسالة من هذه القاعة، منارة علم، بالون علم بدكم إياه سموه، إلى كل المدارس ولا كل مكان سكنكم تعطوا محاضرة في هذا الجانب. أشكركم، أنا ما بدي أطيل، شكرا لكل من نظم وعمل، وشكرا للإعلام فضائية القدس التعليمية وتلفزيون فلسطين، وأكيد راحين تحضروا هذا الموضوع تعملوا له شير على أساس الموضوع يبلش ككرة الثلج يتدرج بين الناس للوصول لحماية النشأ وحماية الجميع. شكرا دكتور انشراح، شكرا الشرطة، شكرا الأوقاف، شكرا للجميع، وبترك الكلمة لك سيادة العميد. بداية يسعد صباحكم جميعا. أنا بشكر أولا الدكتور حسين على أن شرفني بالدعوة إلى زيارة هذه الجامعة، هذا الصرح العلمي العريق الذي خرج الأجيال التي بنت ولا زالت تبني بمؤسسات دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف قريبا إن شاء الله.
وأيضا أشكره لأنه شرفني وأصر علي بالحضور من أجل افتتاح هذه الورشة التي التقيت بها بهذه الوجوه النيرة. وحقيقة الورشة من الناحية الفنية ومن ناحية الخبرة والاختصاص سيتحدث فيها أخي وصديقي وزميلي العقيد سامر، لأنه هو المختص بالنواحي الفنية وهو المطلع على تفاصيل ما يتعلق في موضوع الجرائم الإلكترونية فنيا وعلميا. ولكن أنا سأبلغكم بشيء من المعلومات المتعلقة بالتعامل مع هذه الجرائم من خلال فرع المباحث عندنا، سواء كان في شرطة محافظة رام الله، وأنا يعني جديد على محافظة رام الله منذ 4 شهور أو 3 شهور بالأدق، نقلت مديرا لشرطة محافظة رام الله، وقبل ذلك كنت مديرا لشرطة محافظة بيت لحم لمدة 7 سنوات وقبلها في سلفيت. المهم ما أريد أن الحديث عنه هو تعامل الشرطة مع هذه الجرائم ومع الشكاوى التي تصلنا في هذا الموضوع منذ بداية العام وحتى تاريخ اليوم. حسب الإحصائية اللي طلبتها أنا من قسم التحقيقات عندنا في شرطة المحافظة صباحا، 90 قضية أحيلت هذا العام إلى النيابة، ولا أقول 90 قضية وصلت إلى شرطة رام الله، وإنما 90 أحيلت إلى النيابة، وهناك قضايا يتم إغلاقها وحفظها لدينا في شرطة المحافظة دون أن تحال إلى النيابة. بمعنى أن ركزوا في هذا الحكي يا شباب، أكثر من 100 قضية 150 قضية تقريبا سجلت داخل شرطة المحافظة، منها ما تم حفظه لدينا لأسباب يعني ليس المجال شرح الآن، وما تم إحالته إلى النيابة هو 90 قضية خلال هذا العام، ونحن لدينا 2 أو 3 شهور حتى ننهي هذا العام. فيعني لكم أن تتخيلوا بأنه رح يكون في عنا 140 150 160 قضية حتى نهاية العام تحال إلى القضاء، عدا عن 40 50 قضية ممكن يكون خلال العام تم حفظها. ولو بدي أتحدث عن الأعوام الماضية في شغلي في محافظات أخرى كذلك الأمر، بغض النظر عن النسبة ولكن هناك عدد كبير. إخوان العلم والتكنولوجيا تتوفر من أجل خدمتنا ومن أجل خدمة غيرنا. بمعنى وغيرنا، مش غيرنا هو بده يستفيد منها شخص فقط إله، لما بقصد غيرنا نحكي عن عدو إله، مش بس عدو بالمعنى اللي احنا بنعرفه العدو السياسي والأمني والاحتلال وكذا، لا، هو عدو أيضا اللي أنا بده يرتكب جريمة وحقي ويبتزني، هو بالأخير صار طرف مقابل لك، صار معتدي، صار مجرم باللغة القانونية عشان نحكي. فبالتالي أنت إذا استغليت واستفدت هذه التكنولوجيا وهذا العلم فيما يتعلق في موضوع النت وموضوع الفيس وكل الوسائل التكنولوجية وسناب شات وشغلات أنا ما بعرفهاش يعني في التفاصيل ما بتعملش معها، هذه كلياتها إذا ما استغلت بطريقة إيجابية من الممكن أن تستغل سلبا من أشخاص آخرين، وبالتالي تكون أنت الضحية أو أنت الضحية لهذا الاستغلال. وكثير من الأشخاص، الناس كانوا في البداية على فكرة يعتقدوا أنه فقط هي الأنثى التي يتم ابتزازها، لكن لا، اليوم عندنا جرائم كثيرة بتصير عكسية، وبكون شاب ببتز شاب آخر، بودي له صورة وحدة حلوة وبدلش معه بعلاقة. سيادة العميد، فلسطين الذكور أكثر عرضة للابتزاز من الإناث، يعني حسب إحصائيتنا 2019-2018 نعم. أكثر صحيح؟ صحيح. فبالتالي الشاب اليوم بيودي صورة وحدة حلوة لشاب وبيعمل معاه صداقة، وممكن يأخذ إذا يروح طويلة وعنده نفس بقعد له أسبوع وشهر وشهرين و6 شهور ويأخذ ويعطي معاه، فبوقع بحبه الزلمة وهو مش عارف، وبالأخير ببلش هون الابتزاز. عشان هيك إحنا بنحكي إنه ما يعتقد البعض إنه فقط المستهدف فيها الأنثى، ومن هون بتصير عندنا المشكلة، بتبدأ بصورة والصورة بعدين يعني بتصير صورة ثانية وثالثة، وكل صورة طبعا بتكون مختلفة عن الصورة اللي قبلها، بحيث يصل لدرجة أنه يكون في عنده صور وأحياناً ممارسات عبر المسنجر وغيره. هذه الممارسات بتكون هي عبارة عن المماسك وعبارة عن الأدوات اللي بيستغلها الطرف الثاني في سبيل ابتزازه مادياً جنسياً، ابتزازه في علاقاته في الاجتماعية حتى في بيته،
وشوفوا انتوا هنا لما شخص يبتز هو احنا هدمنا أسرة كاملة، ما هدمنا شخص، لأنه هذا الشخص غالبا يمكن يكون، ممكن تكون متزوج، يكون عنده مرة، يكون عنده أولاد، ولما يقع في هيك مشكلة بصير في عنا إشكاليات وتنعكس على الأسرة بالكامل. فزي ما حكينا بدنا نحاول، أنا بديش أطيل في هذا الجانب، بس أنا بدي أحكي في جزئية مهمة بتتعلق في تعاملنا إحنا مع هذه القضايا في الشرطة. إحنا يا إخوان عنا في قسم المباحث الجنائية نستقبل هذه الشكاوي، نتعامل معها بسرية تامة، وبنحكي دائما. إحنا بنعطي محاضرات في المدارس، وعطينا محاضرات وورشات في الجامعات، وأنا في بيت لحم كمان استضفنا أخونا العقيد سامر وعملنا ورشة طويلة وعريضة في جامعة بيت لحم الأهلية، ويمكن كان أكثر من 300-400 طالب في المدرج حضروها، بالإضافة لكل الجهات الشريكة والمؤسسات الشريكة معنا من شؤون اجتماعية ونيابة، ويعني الجهات المتعددة اللي إلها دور في هذا الموضوع. فبالتالي موضوع الإرشاد وموضوع التوعية هو جزء من واجباتنا الأساسية لأولادنا وبناتنا ولأهالينا في كل المحطات، سواء كان في المدرسة أو في الجامعة أو حتى كمان يعني لربات البيوت، لأنه أي حد فينا زي ما تفضل الدكتور هو عرضة لأن يكون مستهدف، إما بشكل شخصي لأنه حد يستهدفه، أو لأنه أجا شانصه أنه هو يعني تمكن المجرم من أن يصطادك أنت، فبالتالي هو ما بهمه علاء ولا سامر ولا الدكتور حسين، هو بهمه شخص يستطيع أن يحصل منه على شيء، سواء كان هذا الشيء مال أو جنس أو 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 إلى آخره، بحسب هو المجرم لإيش بسعى بأنه يحصل من خلال جريمته، وشو المادة اللي بده يبتزها منه من خلال أنه هو قدر يوقع بأحدنا في هذا الموضوع. إحنا في الشرطة بنستقبل هذه الشكاوي، واللي بدي أحكي أنا وأركز عليه لشبابنا ولشاباتنا إنه إحنا بنتعامل معاه بسرية مطلقة. عشان هيك أنا لما حكيت عن قضايا أحيلت للنيابة هي أحيلت برغبة المشتكي غالبا، ولكن في قضايا بسبب رغبة المشتكي بسبب الحفاظ على السرية أحيانا بتيجينا أخت، عشان نحكي بالعامية وبصراحة بتيجينا أخت ما بدها أهلها يعرفوا بإشي، نأخذ شكوتها، نأخذ الرابط تبعها، وأحيانا نتغلب إحنا وبنقعد أشهر وإحنا نتواصل مع أخونا سامر، وأخونا سامر هو يعمل في مسؤول وحدة الجرائم الإلكترونية في إدارة المباحث العامة في قيادة الشرطة وليس في شرطة رمضان فقط للتنويه. فبالتالي هو بيستقبل، اللي بقصده أنا في هذا التوضيح إنه هو بيستقبل من كافة محافظات الوطن هذه الشكاوى، بتواصل فيها مع الإخوان في النيابة، ولدى النيابة هناك أيضا رئيسة نيابة مختصة في هذا الموضوع اللي هي الأخت نسرين زريني. فبالتالي بصير في عنا جهد طويل أحيانا يبذل في سبيل الوصول للآي بي وتحديد الجهاز وبالآخر الوصول لرقم الهاتف أو التلفون اللي استخدم منه الشخص وسيلته في أنه يصل للضحية، وحتى نصل إحنا لهذا الشخص الجاني أو المجرم بنقعد أحيانا فترات طويلة جدا وبنبذل جهد كبير في أنه نصل له. الآن اللي بدي أحكيه أنه أحياناً الشاب أو البنت اللي بيجي عندنا مشتكي في قضية ما بقول لك أنا يا عمي بديش أهلي يعرفوا، بديش خطيبي يعرف، بديش خطيبتي تعرف، بديش حدا من بيتي يعرف، نتعامل مع القضية في منتهى السرية وبتم متابعة الموضوع لحد ما يتم إنجازه، وبنحضر الشخص اللي هو المشتكي عليه أو الجاني وبتم التحقيق معاه، وإذا كان هناك مجال من حيث طبعاً نوع الجريمة ومن حيث كمان رغبة المشتكي في أنه نكتفي بإجراءات الشرطة بأخذ تعهد عليه بأنه نكشفه ونقول له أنت عملت 1-2-3 وبالتالي أنت أجرمت، نكتفي بتوقيفه مدة 24 ساعة اللي هي توقيف الشرطة مع أخذ التعهدات اللازمة، بحيث أنه هذه البنت تطلع وهي مطمنة، لأنه زي ما حكينا قد تكون متزوجة قد تكون خاطبة وحتى كمان الأهل في البيت، وإحنا في مجتمع مسلم عربي شرقي محافظ كمان إلنا عاداتنا وتقاليدنا، فبالتالي معروف أنه بده يكون في نتائج. أحياناً جزء كبير اليوم أصبح من الأهل يتفهمها كمان، يعني بمعنى أنه في جزء كبير من الأهل اليوم بتفهم أنه ابنه ممكن يكون ضحية وبالتالي بتعامل معاه بصورة إيجابية، مش شرط أنه الشاب أو البنت اللي بغلط في غلطة ينضرب ويطرد لا، اليوم الأهالي أصبحوا بيدركوا أنه في عنا ضحايا بقعوا لهذا الإجرام، وبالتالي بيحتضنوا أولادهم وبناتهم وبتعاملوا معهم على أنهم ضحايا، ولكن إحنا رغبة يعني الشخص أو البنت في الحفاظ على السرية وعدم إبلاغ أهلها كمان بنقدر أنها هي ممكن خايفة من ردة فعل هي تعتقد أنه راح تكون سلبية تجاهها من أهلها أو من شريكها، فبالتالي بنأخذ برغبتها بنحافظ على السرية التامة. وهذا أنا أهم شيء حبيت أنا أركزه،
بعد عليه بعد قصة إنه إحنا الآن في عنا الجريمة هذه أصبحت تزداد يوم عن يوم وبتأخذ في التطور. إحنا يمكن كان بداية ما نزلنا التلفونات والهواتف الخلوية وجانا النت والفيس والقصص يمكن كانت تقتصر على أعمار معينة. اليوم اللي عمره 5 سنين في الدار واللي عمره 6 سنين سواء ولد ولا بنت بتلاقيه إذا معوش جهاز بيستولي على جهاز أبوه أو أمه عشان يحكي مع صاحباته مع أصحابه مع إلى آخره. فكل من يستخدم هذا الجهاز هو عرضة لأن يقع ضحية لهذه الجريمة. عشان هيك زي ما تفضل الدكتور في إشي مهم جدا موضوع الرقابة على أولادنا على بناتنا. في إشي مهم جدا بتعلق في موضوع الأمان لأجهزتنا كمان، وهذا ممكن أخونا سامر بيحكي فيه أفضل مني في هذا الموضوع. أنا حبيت أركز على أنه إحنا لازم ننتبه ولازم نتعامل مع الموضوع نعطيه قيمته. وأنا بشكر الدكتور حسين كمان مرة وكل مسؤول في مؤسسة يدرك أهمية هذا الموضوع وخطورته ويسعى لإيجاد الثقافة والوعي اللازم لدى سواء كانوا طلاب أو موظفين. وإذا كنا بنحكي عن مؤسسات أخرى فهو كل الشكر والتقدير له، لأنه هذا إن دل على شيء بدل على انتباهه لهذا الموضوع وأهميته، ويدل على كمان حرصه وخوفه على أبناء المؤسسة عنده أو طلابه. فبالتالي بدي أرجع أحكي بس في شغلة أخيرة، قصة موضوع عدم التردد في تقديم أي شكوى، وهذه إحنا دائما بنركز عليها سواء شاب أو بنت. وإنتوا أصدقائكم صديقاتكم كمان أي حدا تعرفوا إنه هو وقع ضحية لمجرم ما في هذا الموضوع بدكم تشجعوه كمان على إنه يجي ويقدم شكوى ويقول إنه أنا بدي إياها سرية وبديش أبلغ أهلي وكذا، وهو بيعطينا هاتف خاص فيه وبتم التواصل معاه لغاية ما إنه يتم الوصول للجاني والتعامل معاه زي ما حكينا حتى نكشفه ناخذ عليه تعهدات اللازمة ويخلص هذا المواطن اللي بقع ضحية الابتزاز له من ابتزازه. وأنا بدي أحكي لكم كمان شغلة أخيرة أنهي فيها. أحيانا لما بيبدأ الشخص في الابتزاز، الشخص المبتز أو الضحية أو المجني عليه خلينا نسميه بالقانون، هو بيعتقد أنه إذا طلب منه $100 $200 أو طلب منه عمل معين أنه إذا عمله معاه خلص بنهيه. طبعا هو من سفالته بيكون يعني بأخذ وبوثق حتى الإشي اللي بأخذ منه، المكسب اللي بأخذ منه في الابتزاز سواء كان عمل معين أو مبلغ معين أو أي ثمن كان، هو بأخذه كمان وبوثقه حتى أنه يرد يبتزه فيه، بيصير كمان هو وسيلة أخرى غير الوسيلة اللي ابتزه فيها في البداية حتى يأخذ منه إشي ثاني. فأحيانا في منهم ناس بيقول لك خلص أنا بعطيها المرة بمشي له بخليه يعمل الشغلة الفلانية معه وبعدين بنهي الموضوع. بيوجد بعد مرتين ثلاثة أربعة بيكتشف أنه هو لم يكتفي في هذا الموضوع بل راح لإشي أبعد من هيك، فبقول لك أنا يعني بطلت أقدر أتحمل. وفي أشخاص أجوا عندي دفعوا مبالغ كبيرة بقول لك أنا بديش لفضيحة وبديش فكنت أنا بدفع وبخلص. وجد أنه قد ما يدفع، ما هو مدام أنت بتدفع وجدك بالعكس لا بدورش على غيرك، مدام أنت بتدفع سالك معه بقول لك كويس اليوم أخذت منه 1000 بعد بأخذ 2000 بعد بأخذ أكثر من هيك. فاللي بدي أحكيه أنه ما حدا يفكر أنه المجرم أو المبتز بيكتفي بطلب معين منك وبعدين بقول لك خلص يا عم بدي روح أدور على غيرك. مدام صادك ستبقى فريسة إله لغاية ما أنه أنت تصحى حالك. فعشان هيك من أول ما تكتشف أنك وقعت ضحية فورا توجه للمباحث، توجه للشرطة وإعطي بلاغ في هذا الموضوع. ومثل ما حكينا موضوع السرية أنا ما بحكي فيه لأنه بنحكي على إعلام وبدي أسوق، والله بالعكس إحنا قاعدين نبذل جهود كبيرة كان ممكن هذه الجهود إحنا نبذلها في مواقع أخرى في عمل أمني آخر ننجزه ونحققه. لكن كمان هذا جزء مهم إحنا بنعتبر إنه بنخدم فيه بناتنا وأولادنا. إذا سمحت لي بموضوع الشكوى بما إنه العميد علاء تطرق لها، يعني إذا في خطورة على حياة شخص، يعني أي بالتحديد بموضوع الابتزاز، موضوع الابتزاز مرات بيكون حقيقة في خطورة على حياة الناس. ست يتم ابتزازها بصورها مثلا، يعني هي راح تكون خجولة إنه تحكي لمحيطها لزوجها لإخوانها. إحنا بنستقبل شكاوي بشكل سري على الويب سايت الخاص بالشرطة الفلسطينية www.balpolice.bs. في عنا زاوية للشكاوى والاقتراحات بالتحديد بهذا النوع، مش والله واحد أجا اتصال معاكس يروح يعمل شكوى هناك، لا. لكن بقضايا الابتزاز بيكون في خطر على حياة الـ 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 الناس وبالتحديد يعني احنا بنعرف الفئات الأقل حظا بالمجتمع الأطفال والنساء مش دائما عندهم القدرة
وعندهم القدرة أنهم يوصلوا مديريات الشرطة، هم بإمكانهم من خلال الويب سايت أو من خلال صفحة شرطة فلسطين على الفيسبوك أنهم يتقدموا بشكاوي. الشكوى بالنسبة لنا إحنا نتعامل معها بكل جدية وبكل سرية. خصوصية الناس اللي بعطونا إياها بالشكوى كثير مرات يعني في إشي بتعلق بخصوصياتهم هي محفوظة ومصانة، مش كل الشرطة يعني سيادة العميد علاء هو مدير شرطة رام الله، لكن هو مش كثير بيجي بيطلع على التفاصيل اللي تتعلق بملف شكوى إلكترونية، وين صورها وين كذا. أي يعني هو موجود من يعني أكثر من 12 سنة مدير شرطة في سلفي في بيت لحم، يعني أنا وأعتقد أنه هو ولا مرة تطلع ولا مرة شفت قضية تتعلق بملف، لأنه بهم هذا بهمنا أصحاب الاختصاص يمشوا في الإجراء وخلاص. أنا متأسف طبعا طبعا. لا لا أنا أنهيت في هذا الموضوع، وبدي أترك المجال لأخونا سامر وأمان يستفيدوا منه كديش بتقدروا في هذا الموضوع، لأنه هو صاحب خبرة. وممكن كمان بعتقد أخونا سامر في موضوع الأمان الشخصي للاستخدام وتأمين الفيس والأمور هاي هو يعني خبير في هذا الموضوع، وهو أفضل شخص عندنا ممكن يتحدث في هذا الموضوع. أنا بدي أعتذر، كان بدي أني أكون معكم فترة أطول، بس إن شاء الله بيكون في لقاءات أخرى سواء في هذا الموضوع أو مواضيع أخرى. بشكركم مرة ثانية، وبشكر إدارة الجامعة ممثلة بمدير الفرع، وبشكر أخونا الدكتور أيضا يونس عمر على تحياته إلنا وللسيد اللواء، وبنقولكم إنه إحنا موجودين لخدمتكم وإحنا أبنائكم وإنتوا أبنائنا، وبالتالي في أي لحظة ما تترددوا، وتحديدا في الجزئيات اللي راح يعطيكم إياها أخونا سامر. هو أنا متأكد إنه في ناس زي مش كثير يعني راح يلقطوا العنوان اللي أعطيتهم إياه، لكن ممكن تأخذوه أنتوا كتابة، مش شرط إنه أحد يقول لك أنا شو بلزمنيش، ممكن يلزم بكرة بعد فترة سواء إلك لأختك لأخوك لأي حدا بخصك أنت كمان، فبالتالي بيكون متوفر معك. مرة ثانية جزيل الشكر لكم ويسعد صباحكم. الله. أنا سيادة العميد بس يعني سامر. بس شهادة أنا بإطلاعي البسيط على القضايا الابتزاز اللي بتصير وبتوصل الشرطة، الأمانة في مهنية عالية وفي أخلاق وعمل مهني حقيقي عالي. فاللي حكاكم يا سيادة العميد قبل قليل، أي مشكلة تحصل إياك ثم إياك أنك تتهور وتظل مكمل فيها، توجه إلى جهات الاختصاص، لأنه في النهاية هي الحل والطريق الأقصر للحل ولمساعدة الضحية. شكرا لكم جميعا، وإحنا أنا والعميد علاء راح نحضر هذا على تلفزيون فلسطين، مشكورين تلفزيون فضائية القدس التعليمية. نتركم على أساس البدء بالدورة مباشرة أخي سامر، ويعطيكم ألف عافية، وبستناكم في المكتب بعد. شكرا إن شاء الله. سلامات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية يعني هم أطروا علي كثير الدكتور حسين والعميد علاء، فأنا بدوري يعني أنا بشكر جامعة القدس المفتوحة، دكتور انشراح، الدكتور حسين، إدارة الجامعة والطلاب، اللي أنا يعني بعتبر أنه فرصة أني أنا ألتقي فيكم اليوم. يمكن قبل ما أبلش أحكي عن الابتزاز بدي أحكي شوي عن طب إحنا ليش مهم، واللي حكاه الدكتور حسين بقصة أنه لازم تطلعوا على المدارس، والتوعية هي مسؤولية مين في المجتمع، وأهمية التوعية بموضوع الجريمة الإلكترونية بالتحديد. إحنا عشان نحارب الجريمة الإلكترونية يمكن لازم نمشي بثلاث مسارات وثلاث خطوط بالتوازي. الخط الأول اللي هي البنية الإلكترونية في فلسطين، كيف الطرق، لما بنقول بنا إحنا نحد من حوادث السير بنقول بنا نأهل الطرق نظبط الطرق. نفس القصة لما بنحكي على الإنترنت، هاي الشبكة اللي إحنا شغالين عليها، الأسلاك والراوترات الكبيرة ونقاط الاتصال اللي موجودة بكل الوطن، هاي محتاجة لتطوير. يعني عشان نقول إنه إحنا شبكتنا قادرة إنها تواجه مخاطر، لكن للأسف الاحتلال موجود بكل جزئية من هاي الجزئيات، وبالتالي قصة التطوير، وإن كانت وزارة الاتصالات يعني خلال آخر سنوات مشكورة قامت بكثير خطوات، منها إنه أسسوا فريق فلسطين لمكافحة الطوارئ والاستجابة العاجلة لجرائم الإنترنت أو للتهديدات على الإنترنت، لكن يعني ما زال في عنا يعني عمل كثير في هذا الموضوع. والاحتلال موجود بقصة الجيت فلسطين، إنه هل إحنا يعني نظام مستقل وبنأخذ، هم موجودين بكثير جزئيات، هم موجودين بمئات الأبراج
اللي بنوها واللي أقاموها بالمستوطنات اللي وجودها غير شرعي، وبالتالي الاحتلال في كل زاوية. في هذا الجانب يعني بدنا كثير شغل. الجانب الثاني القانون، يمكن واحد من أهم المعيقات اللي كانت بتواجهنا بمكافحة الجريمة الإلكترونية قبل 2017 عدم وجود قانون متخصص. يعني كنا بنكيف الشكاوى اللي بتجينا والقضايا على قانون العقوبات الأردني 16 سنة 1960 كان البريد بودوه بالحمام الزاجل. احنا كنا بال2016 وبال2017 نكيف قضايا إلكترونية مع حل الثورة الإلكترونية اللي صارت على قانون حط سنة 60. كان في عندنا قصور، لكن الحمد لله بال2017 كان أول قرار بقانون، وإن يعني كان في هجمة على هذا القرار بقانون، لكن عدل لاحقا بقرار بقانون 10 لعام 2018 اللي احنا اليوم يعني هو بنكيف بناء عليه. لكن كمان القانون في كثير جوانب هو عاجز. لما ببين انه مرتكب هاي الجريمة من خارج فلسطين، هذا القانون بيحكي عن اتفاقيات ومعاهدات دولية، بيحكي عن انتربول، بيحكي عن كثير تفاصيل لها علاقة بالتعاون القضائي الدولي. اللي بصراحة يعني انا بعد 4-5 سنوات مدير لوحة الجرائم الالكترونية، هذا التعاون عاجز بطيء، ما بيقدر يجيب حقوق الناس كما هي. ولما بنحكي على الابتزاز، جزء كبير من شكاوي الابتزاز اللي احنا بنتلقاها مرتكبيها هم شبكات إجرامية موجودة خارج فلسطين، وبالتالي التعاون الدولي بهذا الموضوع كثير مهم. فالتعاون مش موجود، يعني بأحسن حالات هو محتاج 4-5 شهور و6 شهور و8 شهور لمنه يجينا رد من الجهات الدولية اللي احنا بنتابع معاها. وبالتالي القصور اللي سببوا التعاون القضائي، العالم حتى الآن غير متفق على أو يعني ما في قانون واحد ملزم لكل العالم بموضوع مكافحة الجريمة الإلكترونية. القوانين المحلية منيحة، لكن يعني هي مش كفيلة إنها تنهي وتحد من هالجريمة اللي بيزدير. فلهيك البنية الإلكترونية حكينا فلسطين عندنا مشاكل فيها قانونيا، جريمة عابرة للحدود هاي الجريمة الإلكترونية، وبالتالي مش كل شخص يرتكبها موجود فلسطين، احنا ممكن نقدمه للعدالة. يعني بديش احكي كمان عن مشكلة الانقسام للأسف اللي موجودة، واللي يعني احنا اليوم في شبكات إجرامية منظمة موجودة للأسف في قطاع غزة تستغل الانقسام الفلسطيني لتحقيق مصالح تتعلق فيها والارتكاب جرائمها واستهداف أشخاص موجودين بالضفة، مع انه احنا جاهزين في الوحدة بنستقبل كثير شكاوي من أهلنا في غزة، وبنتعامل مع أي شكوى بتجينا سواء من غزة ومن الضفة، يعني أنه كما هي هذا مواطن فلسطيني وهذا مواطن فلسطيني. لكن في أشخاص استغلوا الانقسام، وهذا الانقسام بيحاولوا يوظفوه عشان يخدم مصالحهم، وبالتالي صف القانون اللي موجود يعني إحنا بنطبقه في الضفة الغربية للأسف غير قادرين في الوقت الحالي على تطبيقه في قطاع غزة. هلأ لهي الأسباب صفى الموضوع التوعية هو موضوع أهم من هدول الموضوعين. هلا كيف انا اوعي الناس، كيف انا احمي حالي ما اكونش عرضه، ما اكونش محل ارتكاب هاي الجريمه علي. مش بس الابتزاز، انا بحكي على كل شيء بتعلق بجريمه الكترونيه، لكن الاخطر واللي اثره اكثر علينا كاشخاص وكمجتمع هو الابتزاز. هلا من خلال يعني من خلال عملنا، اول شيء بدنا نعرف الابتزاز حسب القانون هو تهديد شخص، تهديده للقيام بفعل أو الامتناع عن فعل حتى لو كان هذا الفعل مشروع، نص المادة 15-1 من القانون، وحددت عقوبة له عقوبة الحبس. وأنا يعني الأسبوع اللي فات كان في حكم قضائي لقاضي، أنا بوجه له التحية بعرفش مين هو، بجريمة ابتزاز إلكتروني هو تشدد وحكم 3 سنوات سجن على شخص كانت أعتقد في محكمة دورة بالخليل. هذا القاضي حكمه بأقصى فترة ممكن يحكمها بموضوع ابتزاز. الابتزاز هي يعني عقوبتها الحبس لا تزيد عن 3 سنوات، وهو تشدد القاضي وحكمه 3 سنوات. وهذا يعني إشي كثير منيح وإشي كثير مهم إنه القانون يخلق قوة ردع يمنع أي شخص بفكر إنه يرتكب هذه الجريمة من ارتكابها قبل ما يباشر فيها، إنه في ردع، في سجن، في أحكام قضائية تصدر عن القضاء بموضوع الابتزاز بتصل ل3 سنين وممكن تصل لأكثر إذا كان حسب نص المادة 2 من القانون بأمور تمس الشرف. فتعريف الابتزاز هو تهديد شخص، إجباره على القيام بفعل عنوة غصبا عنه هو ما بده يقوم فيه. يعني إحنا من خلال السنوات اللي فاتت
الجريمة الإلكترونية هي في ازدياد بشكل عام. احنا استقبلنا 2568 شكوى، انا بحكي في كل محافظات الضفة ومن خلال النيابة العامة ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا الإلكتروني. مجموع الشكاوى اللي سجلناهم بالوحدة 2568 بال 2018. بال 2019 احنا لغاية اليوم تقريبا 2100 شكوى، يعني احنا تقريبا في نفس المستوى. بال 2017 كان اقل العدد، بال 2016 اقل بكثير، بال 2015 502 مثلا، 360 بال 2014، بال 2016 1327، 2017 2028 و 2568 بال 2018. الارقام بتقول انه في زياده سنويا اكثر من 100%. الابتزاز نفس القصه، يعني احنا بال 2018 استقبلنا 209 شكاوى ابتزاز، بال 2019 لغايه اليوم احنا عندنا 243 شكوى، برضو بتزيد. يعني كان في ازدياد كبير يعني خلال السنة هاي، يعني 200 ل 240 ولسه ضايل عندنا شهرين، يعني ممكن نوصل 270 280 شكوى، وبزيادة راح تكون عن السنة اللي فاتت الثلث تقريبا او الربع، يعني من 25 ل 30%. الابتزاز اللي بنشوفه هو مش دائما، يعني انا بسمع كثير شغلات بتحكي على الابتزاز، معي الغلط الحق عليه، يعني هو ابصر شو، لا مش دائما الضحية هو غلطان. وللأسف يعني أنا أول بوجه رسالة للناس إنه يعني بدناش نكون كلنا على الضحية. مرات الضحية بتشعر إنه أسرتها أهلها، بالتحديد إذا كانت ست وبشكاوى النساء، يعني هم بيقلوش خطورة عن الشخص اللي بيبتزها. مرات لا، بجوز اللي بيبتزها أرحم من محيطها، وهون مشكلة. مش دائما الست غلطان، مش دائما إذا أنا هلأ أخضع الابتزاز معناته أنا ممكن فتت في علاقة. رح أحكي عن الشكاوى اللي احنا بنستقبلها حسب كيف ترتكب هاي الجريمة. فيها اكثر من صورة. الصورة الاولى حكينا واللي الذكور اكثر عرضة لها في فلسطين. احنا اليوم بنعاني من شبكة، يمكن حكى الدكتور حسين عن منطقة موجودة في المملكة المغربية، شبكات متخصصة في الابتزاز الالكتروني بيستهدفوا الذكور اكثر، وبيستهدفوا الجميع، لكن هم يعني اكثر من 99% من الحالات اللي اجتنا كانت من الذكور. هدول بيبنوا حساب وهمي، عادة بيسموه باسم بنت، هيك اسم خفيف ومحبب، يعني سوسو، لولو، مومو الأمورة، لولو الحلوة، أبصر إيش، ويعني بعرف شو، في جفاف عاطفي بالبلد ولا شو القصة. هذا الحساب بمجرد بيبعث طلب صداقة لشاب، هذا الشاب مباشرة مين هاي اللي بعت لي، يتجاوب معها. هذا الابتزاز يقوم على العلاقة السريعة، يعني خلال ساعات بيبعثوا له طلب الصداقة، بروفايلك حلو، صورتك بتجنن، مش عارف ايش، يعني خلال ساعات تتحول هاي العلاقة اللي ما كانتش موجودة وتطور لتتحول لنوع من العلاقة الغرامية بين الحساب الوهمي والضحية، وبطلب من ضحيته انه يتواصلوا على برامج الكاميرات، على برامج الفيديو وحدثات الفيديو، إما على الفيسبوك أو على السكايب أو على الإيمو أو على أي واحدة، حتى على الواتساب ممكن. والمكالمة هاي أو المحادثة الفيديو توثق عند مرتكب هاي الجريمة، يعني بيعمل نسخة منها بيحفظها على جهازه، تتطور لعلاقة جنسية. للأسف هاي العلاقة على الكاميرا توثق وتستخدم لاحقا، يعني خلال 3-4 ساعات بيحبوا بعض، يصير في ممارسة للأسف جنسية على الكاميرا. هاي الممارسة بعد ساعتين ثلاثة بتنبعت للضحية، حلو الفيديو هذا، رح نبعته لأصدقائك، لأسرتك، لعائلتك، لأولادك إذا متزوج، طبعا في حالات كثير كانوا متزوجين، لأصدقائك في العمل، لمرؤوسيك إذا كان هم عارفا بيحاولوا يستهدفوا يعني مفاصل، أشخاص موجودين في مواقع مهمة بعملهم، على أساس أنه يضمنوا الاستجابة. مباشرة ببعثوا له وبطلبوا منه انه يحول مبالغ مالية صغيرة او كبيرة، ببلش بمبلغ مالي كبير، لكن هو بوصل انه بقبل اي اشي بالاخر، $1,000 $2,000 $3,000 بيمشي الحال. هدول بتحولوا على الويسترن يونيون، واحنا بنتبع الحوالات وبنتأكد بالحالات اللي طلع فيها حوالات وتبلغنا بعد الحوالة، نتأكد انه هاي الحوالات طلعت للمغرب وصلها شخص هناك. بنخاطب جهات إنفاذ القانون بالمغرب من خلال إنتربول فلسطين، يعني في حالات بيكون في استجابة سريعة، في حالات للأسف لا، بتكون الاستجابة كثير بطيئة، بتأخذ أشهر لمنهم يجيبوا هذا الشخص ونوقف الابتزاز، وجهات إنفاذ القانون في المغرب تحصل على الفيديوهات وتتلفهن على أساس ما يضلوش يستخدموا ضد الضحية. طبعا احنا بالحالات هاي احنا بننصح المواطنين دائما انه اللي يبتز مرة رح يعني رح يكون عبد طول عمره، رح يضل يخضع لهذا الابتزاز.
بداية إنه خلينا نمارس حياتنا على الإنترنت كما نمارسها في واقعنا. أنا على الإنترنت بتصرف زي ما بتصرف بالشارع. الإنترنت يعني مش لازم إنه لما نروح على الإنترنت نقول خلص بطل فيه فضيلة بطل فيه أخلاق بطل يعني ونتصرف وكأنه إحنا عايشين في غابة، أنا بدي أعمل شو بدي، بدي أشوف شو بدي. لا، الالتزام بمبادئ الأخلاق اللي إحنا وسلوكنا اللي إحنا بنمارسه بحياتنا اليومية، إذا إحنا مارسنا على الإنترنت أنا بضمن إنه أنا هذا الشخص مع احترامي لو هو مارس هذا السلوك على الكاميرا ما حداش راح يبتز. وبالتالي نحافظ على سلوكنا أخلاقنا على الإنترنت كما هي في حياتنا ما حد راح يبتزنا أو بنقلل، هو في النهاية لا هو في حالات تانية الضحية يعني مش سبب. لكن إذا شخص وقع إنه أنا دائما بتوجه برسالة إنه يتوجه لأقرب مديرية شرطة ويتقدم بشكوته، هلا هون ما في حلول سحرية. وبالتحديد لما يكون مرتكب هاي الجريمة من خارج فلسطين، يعني إذا كان من داخل فلسطين سهل، لكن في الحالات وهي بأغلبها أو معظمها هي من خارج فلسطين ما في حلول سحرية. هلا احنا بنعمل كثير اجراءات، الفيديو اذا نزل على اليوتيوب من خلال تعاوننا مع يوتيوب ممكن نحذف هذا الفيديو نشيله اذا قرر انه يفضحه، بنتواصل مع جهات انفاذ القانون من خلال انتربول فلسطين والنيابة العامة بالمغرب، لكن يعني زي ما حكينا الحلول مش سريعة. الحالة الثانية هي حالة شبيهة لكن للأسف هي من قطاع غزة، اشخاص بيستغلوا الانقسام، هي زادت خلال الفترة لأنه الأشخاص بتواصلوا ممكن خلال الواتساب، ولما يشوف أرقام فلسطينية هذا الحكي يعني بيزيد وبخلي إنه يعني تصير في ثقة أكثر بالشخص وبالطرف الثاني اللي موجود، بيستخدم شرائح اتصال فلسطينية بتواصلوا ممكن من خلال الواتساب، أول إشي بتكون العلاقة على الفيسبوك أو على واحدة من مواقع السوشيال ميديا تنتقل إلى الواتساب، نفس القصة من خلال تبادل الصور أو من خلال الفيديوهات بتم ابتزاز الضحية. صور الابتزاز بتكون مش حوالات مالية، هي تحويل كروت، إنه يعني حول لي كارت 200 شيكل، حول لي 10 كروت 1000 شيكل، وهي موجودة. إحنا بنفس القصة هاي الشكاوي بنحاول نحذف أي شيء بتعلق بالضحية. هاي القضايا تبقى محفوظة عندنا وعند النيابة العامة لحين تقادم الشكوى فيها، يعني أي جريمة ارتكبت وتوصلنا الأشخاص وعادها بنتوصل مين بيقوم بهاي الجرائم بنتوصل إلهم، لكن بسبب الانقسام ما بنقدر نقدمهم حاليا للقضاء، هدول الجرائم بضلين محفوظات عندنا. وإذا يعني إن شاء الله يعني بنتهي الانقسام وبترجع الوحدة لشقي الوطن، هاي الشكاوى والملفات رح تنعرض والمرتكبيها رح يتم تقديمهم للقضاء. في بعض الحالات يعني للنساء شبكات خارج فلسطين أغلبها لاجئين سوريين موجودين في السويد موجودين في تركيا، حسابات هاي تستهدف الإناث أكثر، يمكن طويل العمل فيها، يعني ممكن تأخذ شهر وشهرين للإيقاع بالضحية من خلال إيهام الضحية بعلاقة غرامية مع هذا الشخص. العلاقة الغرامية هاي يعني عادة هو بيطلب إنه راح يكون في نهاية إلها بالزواج، إحنا راح نلتقي بالأردن، راح نلتقي بالأردن وصير زواج وإشي زي هيك، وبيطلب منها صور، وهاي الصور تستغل لاحقا من قبل هذا الشخص إنه بيطلب فلوس مقابل إنه ما ينشرهمش. أشكرك. بالحالات هاي زي ما حكينا أهم شيء الأخلاق، أهم شيء إنه إحنا كيف بنتصرف في الحياة نتصرف على الإنترنت. الابتزاز بشكل أكثر حاضر. بس قبل بدي أحكي عن كثير من الحالات اللي احنا بنشوفها بحالات الابتزاز هي ناتجة عن حصول الشخص المبتز على بيانات تتعلق بضحيته رغما عنها بدون إرادتها. كيف؟ من خلال سرقة الحسابات، من خلال اختراق للأجهزة، اختراق للإيميلات. وبهاي الحالة أنا بحب أكد على شغلة كثير مهمة لازم الكل يأخذها بعين الاعتبار، اللي هي كيف نأمن حساباتنا بالتحديد إنستغرام فيسبوك وشوي السناب بس أكثر الانستغرام والفيسبوك، يعني في كثير هلا رح نحكيهم. البيانات اللي على فيسبوك، سرقة حسابات الفيسبوك
صور بتكون موجودة بالتحديد الصبايا بيحكوا مع بعض، واحدة بتبعت لأختها، بتبعت لزوجها، بتبعت لصحباتها، بيوثقوا حفلة هم يعملوها. بتم الحصول على هاي البيانات من خلال الماسنجر أو من خلال كثير اليوم أنا بشوف الناس بتروح باتجاه إنه بنشروا شغلات على الفيسبوك، ومن يستطيع المشاهدة أنا فقط، يعني أنا بنشر صوري بس ما بدي حد يشوفها، بدل ما أنا أحطهم على فلاش ميموري وضيعوا، بحكي إنه أمن إشي إن أنا أحطهم على الفيسبوك، لكن أنا بحدد مين بيشوف البوست تبعي هاد، أنا فقط، فما حد بيشوفه. وهون أنا بستغل الفيسبوك كأداة تخزينية بدل ما أنا أحطهم على هارد ديسك أو على فلاش ميموري. منيح هذا الحكي، لكن خطورته وين؟ إنه هاي الصور احتمالية إنه حد يحصل على الفلاش ميموري تاعتي أو على الهارد ديسك اللي أنا ضابه بخزنة بيتي أو بجارور مكتبي قليلة، لكن احتمالية إنه حدا يقدر يخترق فيسبوك عالي. فبتم الحصول على هاي الصور، تستغل هاي الصور ضد الضحية أو المحادثات. اثنين خاطبين تعرف ضلوا ويتويت مع بعض ومش عارف إيش صور. هلا هاي الصور منيح، أنا ما بدي أعمل فوبيا عند الناس إنه ما تحكوش مع بعض، احكوا، لكن احذفوا. يعني كل اسبوعين زمان بعينكم الله فوتوا على هالمسنجر احذفوا هالمحادثات اللي انتم بتلزمكوش. نطف. الشغل الثاني، فيسبوككم سهل اختراق. طب كيف احمي؟ اول شغله بدي اتاكد الايميل المرتبط بحساب الفيسبوك فعال وانا بس اللي بستخدمه. الناس اللي عندها حسابات على ياهو على الهوت ميل كل 6 شهور لازم تفوتوا على حسابكم مره على حساب الايميل. نصيحه، اربطوا فيساتكو او اعملوا الفيس على رقم موبايل فلسطيني دائما معكم، باي لحظه بتعرض فيسكم انه حدا بده يخترقه بده يسرقه مباشره بتجيكوا رساله وسهل انكم ترجعوا. الباسوردات، ابتعدوا عن الباسوردات الخفيفه، ارقام تليفونكم ما حد يحط رقم تليفونه وباسورده، حطوا باسوردات صعبه، باسوردات تتكون من ارقام ورموز وحروف الطويله، يعني 10 12 ديجت يعني منيح أو أكثر في بعض الحالات إذا في شغلات مهمة وأنتم خايفين من اختراق الفيسبوك. كل 6 شهور على الأقل غيروا الباسورد مرة واحدة. يعني إحنا اللي عمل فيسبوك بال2010 من 2010 اليوم نفس الباسورد ما غير. اربطوا حسابات الفيسبوك بالموبايلات من خلال إشي اسمه التحقق بخطوتين. يعني كثير مهم أنه أنا فيسبوكي مربوط على إيميل، نعم، هلأ إذا حطيت الباسورد تجيني في كل مرة بفوت عليه رسالة جديدة هي عبارة عن كود بتجيني على رقم شريحتي الموبايل تبعي، أنا هاي لازم أحطها على حساب الفيسبوك عشان أقدر أدخل. بهاي الحالة أنا هيك بكون أمنت حسابي. شغلة مهمة إنه في إشي اسمه المصادقة الثلاثية، المصادقة الثنائية حكيناها، اللي هي 3 أصدقاء موثوقين. في حال إنه تعرض حسابي للاختراق للسرقة، أنا من خلال 3 أصدقاء هدول ممكن إني أرجع الحساب. يعني هاي شغلات بسيطة، شغلات سهلة ممكن إحنا نعملها بكل بساطة، من خلالها بنأمن الإيميل المرتبط بحساب الفيسبوك أو الإنستغرام، بنأمن حساباتنا على السوشيال ميديا من خلالها، هيك بنضمن إنه ما حدا فات على حساباتنا، يعني ما حدش اخترق حساباتنا، بياناتنا اللي على الحسابات محمية ومحفوظة بصورة آمنة، إحنا سلوكنا على الإنترنت منيح وبنفكرش انه هذا الانترنت هو المنطقة المظلمة اللي احنا بدنا نمارس اللي بنستحي نمارسه بحياتنا الطبيعية. انا بقول انه بهاي الحالات مش رح نكون عرضة للابتزاز، ما حد رح يبتزنا، ما حد عنده بيانات، ما حداش عنده صوري، ما حداش عنده فيديوهاتي، انا ما فتش بعلاقة، انا بخجل اعملها بحياتي العادية على وعملتها على الانترنت. بهاي الحالات انا ما رح اكون عرضة للابتزاز. هلا كيف اي حدا ممكن يصير عنده يعني قضية أو يكون هو عرضة لابتزاز أو مش بس لابتزاز، لأي جريمة إلكترونية من أي نوع؟ إحنا في إلنا 11 فرع للجرائم الإلكترونية، ب 11 فرع مباحث، بال 11 مديرية شرطة بالمحافظات. أقرب مديرية شرطة عليه هو الشخص يتوجه لها ويتقدم بشكوته، وفي عنا فريق متخصص جاهز إنه يتلقى هاي الشكوى وبيحولوها إلنا في الوحدة المركزية اللي موجودة بعين منجد برام الله، وإحنا بعين منجد بنتعامل مع كل المحافظات، يعني بنبعث لهم الردود. عندنا طاقم فني مدرب قادر على أنه يتابع هاي المواقع، لكن زي ما حكينا في حالات مش دائما الضحية قادر أنه يوصل مديرية شرطة. من خلال موقع شرطة فلسطين، الويب سايت الخاص بالشرطة www.bal-palestine-police.bs، من خلال بال بوليس في زاوية الشكاوى والاقتراحات ممكن يقدم شكوته من خلال الموقع، بالتحديد الأطفال والنساء
لأنه ممكن يكون يعني بترتب على هاي الشكوى خطورة على حياة الست أو الطفل، وإحنا بسرية بنتعامل مع هالشكوى، بنرفع الضرر القائم عن هذا الشخص وبنساعده، ولاحقا هو مخير بده يستكمل إجراءات الشكوى القانونية في النيابة والقضاء ولا ما بده، هذا بيرجع له. يعني هاي أهم شغلات أنا يعني كنت حاب أحكي فيها، يمكن أنا تجاوزت وقتي وأكثر، سامحني فضيلتك الله يخليك. خلينا نخلي الأسئلة للآخر إذا سمحتي دكتورة شادية، على أساس ننظم الحوار. نسمع مع فضيلة الشيخ ماجد. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا فيك. بعد إذنك يا سيدي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية نشكر حضوركم، لأنه لولا حضوركم لم ينجح هذا اللقاء، ونشكر إدارة الجامعة والشرطة وكل القائمين، وبالأخص الدكتورة انشراع على هذه الندوة الهامة. أنا سأتحدث بما لم يتحدث به عقيدنا. ليش؟ لأنه بدناش نكرر، زائد كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. باختصار أنا بدي أسمي الابتزاز الإلكتروني والتنمر، لأنه له علاقة في بعض. ليش؟ لأنه ممكن يصير اعتداء، ممكن يكون في شيء خطأ مني كما قال، ممكن دخول على حسابي أمور شخصية في العمل، أمور سياسية، لأنه دائما من يبتز إما بكون عنده مال، وإما عنده جمال كالمرأة، وإما عنده موقف سياسي بدهم يبتزوا، لأنه الابتزاز أمرار بصير على المستوى الدولي وعالي. كثير من السياسيين في بعض الأحيان يتم استغلال بعض الأمور اللي كتبوها بشكل خاص، وممكن أنه يصير عملية إسقاطات. إحنا في فلسطين مستهدفين كلنا. بدي أركز على موضوع الاحتلال، لأنه البعض ممكن بعض الخطباء بعض الوعاظ بخاف يحكي في الموضوع. يعني أنا ممكن ابتزاز مالي تنحل، ابتزاز جنسي خفيف ممكن برضه تنحل، لكن عندما يوصل لمرحلة العمالة مع الاحتلال هذا بيصير مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه مش هو بيصير دمر حاله، بده يدمر الوطن، ممكن يدمر أسرته كمان. فبالتالي كيف تعامل الدين في البداية؟ كيف تعاملت وزارة الأوقاف مع هذا الموضوع؟ الحقيقة أنا جبت صورة عن خطبة الجمعة بتاريخ 25/10/2019، كانت بعنوان صيحة تحذير وصرخة نذير جرائم الابتزاز الإلكتروني. فبالتالي إحنا تحدثنا عن الموضوع هذا، بعطيها للدكتورة انشراع على أساس إنه إحنا منتبع وفي ندوات ونشارك في الكثير من الندوات كوزارة أوقاف. وأنا انبسطت اليوم من الندوة إنه تبث في الإعلام. ليش؟ لأنه ممكن هلأ حاضر 100-150-200، بس لما أحكي على الإعلام اليوم الناس بتحب تشاهد اللي في البيت اللي ما بوصلوا هذا الخبر. كيف تعامل الدين الإسلامي، لأنه إحنا رسالتنا دينية، مع هاي الأمور؟ الحقيقة في البداية أنا دائما أميل إلى الإيجابية. فوائد النت كثيرة. قبل ما نتحدث عن سلبيات النت، هناك فوائد. أنا كشيخ ممكن أنزل محاضرة يحضرها 2 مليون، فأنا وصلت فكرة الدينية لملايين البشر. فكرة السياسية إحنا واقعنا الاحتلال، التدمير، الأقصى، الأسرى، نوصلها للملايين. إذن هذه نعمة من الله عز وجل، يجب أن نستغلها لصالح قضيتنا الدينية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية. هلأ بصير في سلبيات، لأنه كل شيء له منح إيجابي عظيم إله سلبي. لما ربنا حرم الخمر والميسر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن إحنا ما بنقدر نمنع أبنائنا عن النت عشان نحل المشكلة، لا يمكن. أي واحد بفكر أنه نرجع ل 1400 سنة ولا 1000 سنة ولا 500 سنة ولا 100 سنة هو إنسان ما بيقدر ينجح. فلا بد أن أتعامل مع أبنائي وبناتي من خلال هذا الواقع اللي هو النت والانفتاح على العالم. الحقيقة حتى ننهي الابتزاز والتنمر هو لن ينتهي نهائيا. يعني الجريمة لا يمكن أن تنتهي نهائيا حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بيجوا بدرسونا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه فيش مشاكل. لا، وجد من زنى، وجد من سرق، وجد من غل، وجد من ارتد،
فبالتالي الجريمة نحن نعمل من خلال هذه المحاضرات على تقليل النسبة، وإذا نجحنا إلى تصغير نسبة الجريمة ممكن نجحنا نجاح كامل، فيش واحد بنهي الجريمة نهائيا. طيب، هناك دور وقائي من خلال الإسلام لحل هذه المشكلة، لأنه دائما الوقاية خير من قنطار علاج. أولا لابد من زيادة الترابط الأسري، وأنا مبسوط أنه معظم الحضور هان بنات ونساء وإميات. ليش؟ لأنه هم المجتمع، إحنا في الشيء لنا دور في البيت، بس روح جيب البصلات، روح جيب البندورات، هذا معنى القوامة، الرجال قوامون على النساء، فأنتوا اللي بتربوا. التربية لابد أن تكون هناك ترابط أسري. في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان الترابط الأسري بين الأب والأبناء بشوية بكون هو غليظ شديد، ممكن ضغوط العمل، ممكن الحياة، ممكن فالأم أقدر أنه تستوعب أبنائها وبناتها وتفتح معهم خط، يما يابا إذا صار معكم أي مشكلة ارجعوا لي، هذا عالم ممكن يصير فيه ابتزاز، ممكن يصير فيه تنمر، حدا يعتدي، سواء كان نفسي، سواء كان جنسي، سواء كان مالي. فيجب أن يكون هناك خط عودة للآباء في حالة وجود المشكلة. إذن لما يكون في حنان، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البيت فيقبل بنته فاطمة حضن دافئ، إذن في مرجعية. كان يأكل العسل من فيه عائشة زوجه، يعني بمعنى في لقاء عاطفي. اليوم إحنا منعيش حالة طلاق عاطفي. شو يعني طلاق عاطفي؟ أنا بسميه طلاق عاطفي، يعني عايشين مع بعض وبكرهوا بعض، لولا هالأولاد ولا ما ضلوش مع بعض. فهاي المرأة عندما تشعر بالضبط، فهاي المرأة عندما تشعر بانعدام الحنان ستبحث عن الحنان حتى لو في العالم الوهمي، وهو سيبحث عن الحنان. فبالتالي إذا سوينا علاقة أسرية طيبة وترابط أسري أنهينا كثير من المشاكل. أيضا الأمر الثاني الفتح الحوار. إحنا للأسف على مستوى ديني كل من يخالفني هو خارج من الملة، وعلى المستوى السياسي كل من يخالفني هو خارج عن الصف الوطني، وكل من يخالفني عن مستوى دول هو تلاحظوا عندنا الأوضاع السياسية والاقتصادية والدينية صارت تفرز رفض الآخر. لابد أن ننشئ الحوار داخل الأسرة، أتقبل الآخر، أنا وزوجتي نختلف، أنا وابني مختلفين عن بعضنا البعض، إذا أنا بدي إياه زيي أنا أخطأت وسأمسخ شخصيته ولن يكون مثلي ولا في شخصيته. فبالتالي لابد أن أرضى بالاختلاف وأتقبل الاختلاف وأفتح حوار في البيت، ندردش في أي قضية، مش القمع، لأنه إحنا حقيقة نعيش في حالة من العنف وحالة من النكد. إحنا مجتمع أفراحنا نكدة، حتى أفراحنا منكون ندور على المشاكل، في العزاء نكد، في التعامل حتى في المسجد الشيخ ما بحلاله يقرأ إلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وبصير يبكي. طب احكي لنا عن الجنة، عن لقاء الله يا عمي، احكي لنا عن حلاوة القبر، عن أجمل شيء يوم القيامة، ما بتحكي لنا إلا عن الإرهاب والخوف والتجديد. كذلك المعلم بيجي بقول لك أنا مش قادر أضبط الطلاب إلا بالعصاي. طب ليش يا عمي؟ لأنه عندنا إرهاب فكري. فإحنا لابد أن نفتح الحوار بيننا وبين أبنائنا. أيضا أمر مهم بالنسبة لأبنائنا، لأنه اللي مش متزوجات الطالبات بكرة إن شاء الله أنتوا بدكم تأسسوا أسرة، والمتزوجات انتبهوا، إذا ابني ما عبيت وقت فراغه لا يمكن إلا أن يبحث عن وقت بديل. الجيش الذي لا يعمل يجيد المشاغبة، والوقت في حياة المسلمين حتى في العالم مش هو الذهب، الوقت هو الحياة. فبالتالي إذا ما أنتجت في ابني أغلى ما أملك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إذا أنا ما استثمرت بابني وكنت ناجح سياسيا أو اجتماعيا أنا فاشل. لابد أن أنجح في بيتي وأن أقدم ما أستطيع أن أقدمه من أجل نجاح أبنائي. فبالتالي بملأ وقت الفراغ سواء كان في القراءة، في كذا، في كذا، وبعدين بوجههم في موضوع النت. في عنا قضية وقائية أيضا
ثقافة الاستعانة على قضاء الحوائج بالسر والكتمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. جميل، الواحد بفرح، بتصور وبنزل، بصير عنده عزاء بنزل، بده يروح يأكل صار ينزل، بده يشرب طبخة وراء دوالي بتنزل. وبعدين فضيلتك اليوم كل شوي تشعر بالمحبة مع فلان، أكل آيس كريم مش عارف وين، تشيك إن في مطعم ريف مش أيوة. عارف شو يعني. يعني جابوا برنامج كيف عملية الاستخباراتية بتأثر علينا. يعني ممكن أنا مطلوب عند المخابرات الإسرائيلية، بيستدعوا جيراني وبيسألوا جيراني أسئلة عادية ما إلها أي علاقة في سياسة، إمتى بينام، مين بزوره، شو لون سيارته، من وين بدخل على البيت، من وين بروح. هذه الأسئلة بالنسبة إلي ستكون مفاجأة إذا أجابوا عليها وكأنهم هم عايشين معاي، فبصير عندي ردة فعل سلبية. أجروا دراسة إنه أنا إجيت على العقيد، سوينا هالدراسة، قلنا أنت شو اسمك، أنت شو اسمك، خدنا الاسم، دخل على وهو في غرفة مغلقة وصرت أحكي معه. فأنا لما أحكي لك أنت في يوم كذا رحت على مطعم كذا، في يوم كذا زرت كذا، صار عندكم مناسب، صار عندك كذا، فهي بتنصدم، تفكر أنه عارف كل واقعه، فبتنهار وبتعطي كل المعلومات. إذن الاستعانة بالسر والكتمان في بعض الأحيان إنسان بفرح ومشاعر، لكن فرحه يجب أن يكون مدروس وحزنه يجب أن يكون مدروس. لأنه كثير من الفتيات: أنا مرهقة، أنا بدي أنتحر، أنا زهقانة من الدنيا، بيستدعيها ضابط المخابرات، بيعرف أنه عندها مشكلة نفسية ويستغل هذا، كما يحدث عند إخواننا في غزة اللي بدهم يتعالجوا، فبالتالي هو مضطر، ابنه بده يموت بين إيديه، تشتغل معنا ولا، فبالتالي مش كل الناس أقوياء. فإحنا منقول لابد أن نربي أبنائنا على قوة الشخصية. أيضا في عنا الأمر الخامس: نشر أفكار الدين بحرمة نشر أي شيء حتى لو صحيح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبالتالي مش كل خبر صحيح أنا بستطيع أن أنشره. ليش؟ لأنه يتعلق بأعراض، والإسلام جعل شهادة القاتل، واحد قاتل جبنا شهدين نقيم عليه الحد، تخيلوا القاتل يقتل بشهادة اثنين، بينما الزنا بدها أربع شهود. ليش؟ لأنه يبدو حالة الزنا وميل الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل حالة منتشرة في البشرية من آدم إلى قيام الساعة، وفيش الدليل ألوله بالضبط. وأي واحد بقول ألوله زي ما حكى العقيد يجلد. حتى عمر بن الخطاب لما جاء على سيدنا علي قال له: لو أنا خليفة المسلمين شهدت اثنين بمارسوا بالزنا ولم أحضر الشهود، قال له تجلد. فبالتالي أنا شفت واحد مع واحدة في رام الله بنزل بحط: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أولئك لهم عذاب في الدنيا والآخرة. ما قالش اللي بنشروا، قال اللي بحب. يعني أنا صاحبتي إذا سمعت خبر سيء عليها وانبسطت، في خلل في إيماني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. شو يعني ستره؟ يعني شافه في معصية، مش شافه بقوم الليل ولا صايم. فبالتالي لابد أن نستر بعضنا البعض، لأنه إذا سترت أخوي أو أختي ربنا بيبعث لي واحد يسترني، وإذا فضحته ربنا بيسل لي واحد يفضحني، لأنه الجزاء من جنس العمل. طيب، حتى لا نطيل، أبو أيوب الأنصاري بتعرفوه؟ صحابي. لما عائشة صارت معها حادثة الإفك، شو حادثة الإفك؟ اتهام أمنا عائشة بالزنا. تصوروا كيف تعامل مع عرض المؤمنين أبو أيوب الأنصاري. أم أيوب بتعرفوا، اليوم الإسلام بيحكوا أكثر من النسوان، بس هي أم أيوب قالت له: يا أبو أيوب تسمع شو بيحكوا عن عائشة؟ قالها: شو بيحكوا؟ ما كانش عارف. قالت كذا وكذا وكذا. زعل أبو أيوب، قال: لو كنت مكانها لفعلت ذلك؟ قالت: أعوذ بالله. قال: والله إنها لخير منك، وهي زوجته. فبالتالي كيف أتعامل كرجل أو امرأة مع هذه الإشاعات؟ إذا إجا ابني، إذا إجت بنتي، أعلمهم كيف يتثبتوا وكيف يتأكدوا، وإذا تأكدوا ما بيصير ينشروا، لأنه هذا يؤثر على أعراض ويؤثر على الناس. طيب، بدنا نحكي باختصار
الوقاية من الابتزاز. في عنا الوازع الديني، الحقيقة أن الأمن له دور كبير، لكن إذا استثنينا في أي جريمة الوازع الديني لن ننجح. والديني مش بس الإسلامي، المسيحي، اليهودي، أي إنسان متدين دائما بالنسبة للجريمة هو أقل. حتى بالنسبة للانتحار، أنا في اللجنة الوطنية للحد من الانتحار، دائما الجانب الديني بيقلل الجرائم. أزرع في أبنائي الجانب الديني والوازع الداخلي. ليش؟ زمان إحنا وصغار كان الواحد إذا بده صورة من الصور السيئة السلبية كان يحتاج إلى قطع مسافات طويلة ويكون في مشكلة في إحضارها. اليوم بالبليفون أنا داخل الغرفة بسكر الغرفة، كل العالم تحت إيدي. فبالتالي لابد أن نزرع الوازع الداخلي. والشاعر يقول: وإذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولا نجعل الله هو أهون الناظرين إلينا. يعني أنا خاف من أمي وأخاف من أبوي وأخاف من أخوي وأخاف من جاري، وأخلي أهون الناظرين إلي الله عز وجل في خلل. نزرع الوازع الداخلي إنه إحنا لابد أن ننتبه، كما قال سيادة العقيد: لو كل واحد ينفذ ما يفعله أمام الناس في الغرف المغلقة لن صحيح في خصوصية. طب أنا خاطبة وبحب يسمعني كلام حلو، طب الكلام حلو لحدود، بس ما ينزل أكثر من كذا ولا يطلع أكثر من كذا، لأنه بصير هذا ممسك عليه وعليها. لكن والله بحبك وبتحبني، هذا مش كلام يمسك. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس، والإسلام لا يحارب الحب. مين أحب الناس إليك؟ هذا الصحابي بفكر هو أحب الناس إليه للرسول. قال له: من أحب الناس إليك؟ قال له: عائشة. تخيلوا أمام الصحابة، عشان كيف إنه ذكر الاسم مش عورة زي ما تصور البعض. فقال له: ليس عن ذلك أسألك، ولكن عن الرجال. قال له: أبوها. ما قالش أبو بكر الصديق، لشدة حبه لعائشة. فبالتالي كلمات الحب ليست ممنوعة، والله بحبك وبتحبيني وكذا في علاقة مشروعة فيش مانع، بس ما أتمادى في القول حتى يكون ممسك علي. إذن تقوية الوازع الديني أمر مهم، أن تستشعر أن الله عز وجل معك. الأمر الثاني: الابتعاد عن أصدقاء السوء. الصاحب ساحب، وقاتل 99 نفس، بتعرفوا الحديث. قال: مين أعبد أهل الأرض؟ قالوا له: فلان. راح قال له: إلي توبة. قال له: شو 99 نفس على الفاضي؟ قتله وكمل على 100. سأل عن أعلم أهل الأرض، قال له: في إلك توبة بشرط أن تترك قومك. إذا بنتك ضلت مع الصحبات اللي صارت معهم المشكلة راح يرجعوا لنفس القضية. لابد من البحث عن أصدقاء جدد. الصاحب ساحب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبالتالي لابد أن أبحث عن صحبة طيبة. تقوليش ابن منيح وصحبته عاطلة، لولا هو عاطل ما لفش عليهم. إحنا دائما نبرر لأبنائنا إن أولادنا مناح. وأنا كنت أواجه المشكلة، أروح لبعض المشايخ أقولهم: ابنكم في عنده مشكلة. قال: لا، ابن منيح بس الأولاد اللي معه عاطلين. لا، ابن خلدون لما وضع قاعدة الطيور على أشكالها تقع من كلها، لا يمكن أن يكون واحد منيح مع مجموعة عاطلة إلا يتأقلم معهم ويغير. والأغلب إنه السوء يسيطر على الصلاح إذا كان وحيد. ليش؟ لأنه الإنسان بطبعه يميل إلى الحركة نحو المعصية والوقوف نحو الطاعة. لذلك ربنا قال: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم، وكأنه الإنسان متحرك. لكن نحو الطاعة بده يشجعنا: إلك جنة، إلك كذا، إلك حسنات، عشان نتحرك. فابنك توقعي وضع طبيعي، أو بنتك، إنه تبحث عن الإشي الغامض في عالم النت. فما تركني على إنه والله أنا ربيت، لا، بدك تراقبي وتديري بالك، ما تخونيها، ما تشعريها بضعف الشخصية، بس الحذر لابد أن يكون موجود. ومن أمن الحساب أساء الأدب. فبالتالي لابد أن يكون هناك محاسبة. والحمد لله شرطتنا اليوم في
عقوبة وفي تجديد على الموضوع وفي توعية. في السابق ما كنا نشوف هاي الأمور. وفي الختام إحنا منقول لشرطتنا هناك طلب، كما إنه في مواقع تؤثر على القضايا الاجتماعية تغلق، نحن نطالب. بعرفش ليش، هل هي شغلات دولية ولا داخلية، هذا سؤالي الخاتم، إنه المواقع الإباحية تؤثر على شبابنا. طب ليش لا تغلق؟ ليش أنا لازم أسوي اشتراك عشان يغلقوا لي إياه؟ فبالتالي إحنا مجمعين دينياً واجتماعياً وعرفياً إنه هاي المواقع تضر، فبالتالي كدولة نلغي هذا العرف ولا يتم. ليش؟ لأنه الإنسان إذا شاهد، ما هو إنسان مجموعة مشاعر، ما هو في ختائر اليوم بتفرجوا على الأفلام الإباحية، لما يصير في عنده حركة بصير في عنده شهوة، بصير بده يقضيها، فبالتالي إذا ما قضاها في الخارج ممكن يصير داخل الأسرة مشاكل عظيمة ونسمع عنها. فبالتالي يجب أن نغلق كل باب فتنة من خلال الوعي، من خلال تفهيم أبنائنا إنه أنت معرض أن تخطئ. كنا في التنظيمات الفلسطينية وما زلنا نصر على إنه كل واحد في التنظيم تعترفش تعترفش تعترفش. طب وإذا ضعفت؟ فيش عندي رؤية شو أعترف، فبخبص بجيب كل المجموعة. أنا أتعامل مع أبنائي وبناتي والمصلين في المسجد، أنت معرض أن تخطئ، كل بني آدم خطاء وخير خطائنا التوابون. إذا أخطأت كيف تتعامل؟ في الأب والأم يجب أن يكونوا صدر حنون ويستقبلوا. إذا مش قادر يتصرح لهم، في مرشد في المدرسة أو مرشدة، وفي في الجامعة. أنا سمعت قصة مرشدة في إحدى المدارس، يوم الخميس أبوها بيعتدي على هاي البنت جنسيا، إجت على المرشدة قالت لها بديش أروح يوم الخميس، أبوي بيعتدي علي، قالت لها روحي علي شغل يوم الأحد من حل. حاولت الانتحار، بعرفش انتحرت ولا لا البنت، لأنه المرشدة ما أخذت الموقف الصحيح. المرشدة لازم يكون لها دور، والشرطة الحمد لله تتعامل بجدية مع أي موضوع. فبالتالي اليوم الباب واسع، الأصل أن لا نخطئ، لكن إذا أخطأنا أن نحل المشكلة ولا نتمادى، وبالأخص في عنا احتلال بغيض يحاول إسقاط شبابنا وتمييع شبابنا. أدعو الله عز وجل أن يكون هذا الاجتماع اجتماع طيب، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا أريد أن أطيل، عرفت أنه زهقت وتعبت، وشكرا لكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وشكرا لك سيادة العقيد على يعني هذا الموضوع الهام جدا، واللي مثل ما حكينا يعني بات يدخل كل بيت فينا، وإذا ما دخل بيوتنا إحنا شخصيا ممكن يكون بيت الناس اللي حوالينا. في بس موضوع ما تم ذكره هون بحب أنوه إله، إنه حسب سجلات وملفات جهاز الشرطة تبين إنه أغلب قضايا الابتزاز مصدرها بيع الأجهزة المحمولة للمحلات بدون سحب الصور منها، فبيقوم اللي بيشتري الجهاز بسحب كل الصور، وإذا هو عضو في شبكة عضو مع مجموعة بتبلش عملية الابتزاز. فإحنا رجاء يعني، وهذا بالنيابة عن سيادة العقيد، بطلب إنه كلنا إذا نوينا نبيع التليفون أو يعني نبادله من خلال محلات، أنا مش معي من بيع، يعني في حالة لو أصابينا نبيع ممكن استعادة حتى بستعيد الكلام. إذا هاي أول توصية، إنه عدم بيع الأجهزة المحمولة، تدميرها إذا بدناش إياها إذا خربت، ولا إنه نحاول بيعها مهما كان المبلغ الكبير اللي بندفع فيها. حتى لما بدنا نصلح يعني، حتى لما جهاز بصير فيه مشكلة، يعني البلد مليان محلات موبايلات للتصليح، نصيحة اختاروا من الناس المحترم الخلوق، وترهنوش على أخلاق الناس، بدك تصلح لي وأنا أو أخوي واقف فوق راسك. يعني إنه الجهاز ما بتسلم، لأنه سهل إنه تاخذ منه شغلات، انه ينزرع عليه شغلات. يعني في حالات للاسف كان اصحاب محلات هم يعني هم زينا زيهم، يعني فيهم ناس كثير محترمين، لكن واضح انه في ناس لا. في حالات نعم انه حدا راح بعد جهازه يتصلح، فزرعوا له تطبيق، هذا التطبيق ممكن يشغل المايك طول ما الجهاز مشبوك على الانترنت من بعد. يعني انا وين بكون موجود، وهذا التطبيق على جهازي ومرتبط بإيميل لحدا، هذا الحدا إن شاء الله بأمريكا بيشغل المايك وأنا وزوجتي بالبيت. فعلا هي كان القضية اللي تعاملنا معها، شخص وزوجته كان بيسجل محادثاتهم في بيتهم وبخلوتهم، ولاحقا هاي التسجيلات انبعثت للزوجة
انه يعني حاول يعمل علاقه وانه صوتك كذا وانه انا بدي انشر تسجيلاتك انت وزوجك، عملت مشكله عائليه انه واحد وزوجها اثنين بالبيت، مين اللي بيسجل، يا هو يا هي. بلحظه من لحظات اعتقدوا انه حدا زارع لهم اجهزه تنصت وهيك بالبيت، لكن اكتشفنا انه لا، هو تطبيق انزرع على الجهاز الخلوي الخاص بالزوج، لما بعثوا الزوج للتصليح عند احد الاشخاص وقدرنا نجيب هذا الشخص الحمد لله وحولنا الى القضاء. فيعني بدنا نكون حذرين اكثر باجهزتنا، يعني ما نأمن الناس محترمه، لكن انا براهنش انه الناس محترمه، انا براهن انه انا بدي اكون حذر، ولما ببعت جهازي بدي اوقف عند الشخص اللي بيصلحه واتاكد انه ما اخذ ولا ضاف عليه اي شيء. اوكي الان بدي افتح باب النقاش، بناخذ الاسماء، بناخذ كل مره 5 اسماء وبنعطيهم فرصه يجاوبوا، وبعدين بنرجع ناخذ 5 اسماء ثانيين. مين عنده اي استفسار؟ ناخذ الاسم ثائره، ليندا، دكتوره شاديه، طبعا وليد. ما بتسالني وليد، انت لازم تكون مع المحاضرين. وليد بدك عندك استفسار. شخص خامس عنده سؤال. مين؟ سنابل. نبلش مع الأستاذة ثائرة. طبعاً اسمحوا لي أشكر حضورهم، مع أنه يعني هم عندهم ارتباطات لغوها كلها اليوم، وأرحب بالأستاذ مالك أبو خليل مرة تانية، مدير مؤسس دار الأمل اللي هي أكثر نزلائها يعني للأسف الشديد ممكن يكونوا برضو من أصحاب هذه الجريمة، يعني من المرتكبين هذه الجريمة. طيب نسمع من الأستاذ ثائرة الأول. ليش عم تطلعوا يا جماعة؟ الأسئلة مهمة كتير، الأسئلة مهمة، فرجاء يعني إحنا طيب تنسعوا مني إلا إذا ما عندكم مش أسئلة، فرجاء تضلوا على مقاعدكم إذا سمحتوا. تفضل الأستاذ ثائرة. يعني بشكركم جميعا، بداية بالدكتورة انشراح، العقل السامع، فضل الشيخ ماجد على يعني المعلومات الهامة اللي أعطيتونا إياها. مش أنا لحالي وللكل بشعر، لسه إحنا بحاجة لمعلومات أكثر عن الموضوع. الموضوع خطير ومهم جدا. يعني أنا مثلا بدرس بالجامعة، بس بحس إنه أنا ما زلت هاي المعلومات في جوانب محددة ما عندي معلومات عنها. فمثلا كنت حابة أسأل سؤال محدد اللي هو قضية الفيسبوك. سرقوا في الفيسبوك، هذا عن انه اي حدا دكتور يخترق الفيسبوك لاي شخص انه ممكن يسرق الصور او ياخذ الصور. شو الاهداف الثانيه اللي ممكن انه الشخص اللي بده يخترق الفيسبوك لاي شخص ممكن انه يحصل عليها؟ لانه بصراحه احنا من اسبوع تعرضنا لموقف انه محاوله اختراق الفيسبوك، حاولنا الحقيقه الاتصال مع العقل السامر ولكن يبدو كان مشغول ما عرفش يرد علينا. فيعني شو الاهداف بشكل عام اللي ممكن اي شخص اذا بيوصل فيسبوك حد معين ممكن انه يحصل عليها؟ طيب السؤال الاول، ناخذ السؤال الثاني وبعدين نجاوب عليهم. معليش ولا بتحب تجاوب مباشره؟ ممكن بس اضيف شغله ثانيه. تفضل العقيد سامر انه اضافه 3 اصدقاء حتى انه يكون الفيسبوك امن، يعني من خلال الفيسبوك نفسه ممكن انا اروح لهاي. صحيح، هي يعني إشي بالفيسبوك من خلال إعدادات الخصوصية والأمان، أعتقد من هناك في إضافة 3 أصدقاء موثوقين، هذول 3 أصدقاء الشركة بتسجلهم كأصدقاء موثوقين للحساب، إذا ما تعرض هذا الحساب للسرقة لاحقا يتم التواصل مع فيسبوك من خلال الشخص اللي سرق حسابه وبيحكوا له إنه رح نبعث لك كود ل3 أصدقاء اللي انت عينتهم، خذ هاي الكود وبعث لنا اياها برجع حسابك، يعني هيك ببساطة. فهدول 3 أشخاص مهم انه يعني انا احكي انه حدا من العائلة، حدا من العمل، حدا بثق فيه، مهم انه ما يعرفوش بعض الثلاث ولا يتآمروا علينا ويأخذهم الحساب، لكن هدول 3 أصدقاء اذا انسرق الفيس، وكثير حالات سرقة بتصير للفيسبوك، ممكن انهم يعني من خلالهم ارجع الفيسبوك. بقصه انه ليش بتصير السرقه، اول شيء السرقه بتصير طول ما الحساب ضعيف ومش مؤمن بصوره يعني كامل. قصه انه انا هلا ممكن اعطي حدا انا ما عندي فيسبوك، بس بلحظه من اللحظات كنت بقول للناس هاي الباسورد تاعتي وفوتوا على حسابي، انا ما امنه، ما حدا رح يفوت عليه، انا ما امنه. صح، في كثير طرق كيف امن فيسبوك إذا إحنا التزمنا فيها، وأنا حكيت يعني موضوع المصادقة الثنائية هاي كثير مهمة، إنه الشخص اللي بده يفوت على الفيسبوك لازم يكون إيش معه، مع شريحتي، لأنه أنا بمجرد سجل الدخول بتيجي كود على رقمي، كيف بده يحصل عليه إلا إذا في اختراق فيزيائي إنه والله هو قاعد جنبي وشاف الكود،
أو إنه هو عامل اختراق لجهازي. إحنا كلنا بنعرف إنه الأجهزة اليوم هي إما بتشتغل بنظام الأندرويد أو بنظام الآي أو إس، الأجهزة الآيفون ومنتجات أبل هي آي أو إس، وباقي أجهزة العالم هي على الأندرويد. هلا الأندرويد هو مرتبط بشيء اسمه جيميل أكاونت عشان نعمل الدرايف. هلا الآي أو إس مرتبط بشيء اسمه الكلاود. هلا في بكل الأجهزة خاصية اسمها المزامن. شو يعني المزامن؟ المزامنة إنه البيانات والمعلومات اللي على الجهاز في نسخة تانية منها على الكلاود أو على الدرايف. إنه أنا بقدر أتحكم بالجهاز من الدرايف. إذا عندي حساب الأندرويد والآيفون آيفون، إذا الكلاود تاعت الأستاذي هون أنا بعرفه وهي عاملة مزامنة، كل شيء بتعمله بكون عندي مكالمة بشوفها، بيجيها كود من فيسبوك عشان تفوت على الفيسبوك برضو بشوفها، ما هي عاملة مزامنة، هي بتأخذ نسخة من الرسائل اللي بتيجي وين على الكلاود، من الكلاود معي أنا ما عندي جهاز، عندي كلاود، كل شيء بصير على الجهاز في نسخة منه على الكلاود. هذا الحكي كثير مهم. كثير مرات أصحاب المحلات الموبايل، يعني مرة واحد من النهفات اللي إجتنا، يعني هي دائما يعني إنه راحوا ثلاث أشخاص من ثلاث مناطق ولا عمرهم شافوا بعض، راحوا اشتروا أجهزة. بنت كانت طالبة جامعة وأنا متذكر الثاني كان صاحب متجر، فراحوا اشتروا أجهزة من عند نفس المحل، أخذوا أجهزة سامسونج وقالوا له يا عمي وين التطبيقات؟ قال لهم لازم تعملوا درايف. قالوا له بنعرفش اعملنا. فراح عملهم، عمل جيميل، عمل حساب على الجيميل وبلش ينزل لهم تطبيقات فيسبوك انستغرام واتساب، هاي التطبيقات. طبعا هو استخدم نفس الجيميل اكاونت لثلاث اشخاص لثلاث اجهزه. هلا وعملوا مزامنه، فالبنت اجت بتقول يا عمي انا عندي مشكله، انا جهازي بنزل عليه صور غرف نوم وغرف ضيوف، النجار كل ما عمل شغله بصور ولا ثلاث مش قاصدين ولا واحد فيهم مجرم. طب منيح اللي غرف نوم. فحكت كل ما يصور صورة يعني أنا بنزل عندي صور. لما فحصنا لقينا في ثلاث أجهزة، تواصلنا مع الناس، فإجا النجار قال يا عمي وأنا هاي البنت صورها معبي جهازي، كل شوي بنزل لها صورة عندي. الثلاث ما كانوش قاصدين، والثلاث ولا واحد فيهم استغل هاي الصور بعمل. لكن وضح لهم شو المقصود بالمزامنة، لأن أكيد في طلاب مش فاهمين شو معناه. من خلال إعدادات الجهاز في شيء اسمه المزامنة. المزامنة إنه هي خاصية مفيدة كثير مرات، أنا بتفيدني لما بدي أغير من جهاز لجهاز، بدي كل الداتا اللي على جهازي هذا أحطها على جهازي الجديد، فبتلزمني هاي الخاصية. مزامني إنه أي إشي بينزل على جهازي بنعمل نسخة تانية منه مباشرة بتنزل على الكلاود أو على الدرايف تبعي. يعني إحنا في هاي الحالة نعمل مزامنة. أنت بتحدد هل محتاج، شوفي بهاي الحالة وكل الحالات. المشكلة مش في المزامنة، معلش نخلي الأسئلة. لا 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 مهم يعني وبشكرها، بس هي مش المهم المزامنة، المهم مين بفوت على درايفي، الكلاود تبعها هي الحالة بتفوت عليه ولا أنا بقدر أفوت عليه. الدرايف اللي هو للناس اللي عندها سامسونج وعندها هواوي والجي وهدول الناس، مين بفوت على درايفهم؟ مين بفوت على الإيميل تبعهم؟ الإيميل تبعنا أنا بس اللي بفوت عليه، إيميلي بس أنا، إيميل أي واحد فيكم بس هو. ما بزبط إني أخلي صاحبي بالشغل والله عمل لي، طب اختلفنا بعد سنة، ما بزبطش زميلتي بالجامعة تعمل لي، مش معجز إني أعمل درايف، إني أعمل جيميل أكاونت، يعني إشي كثير سهل. هلا حتى لو حدا عمل لي يا صاحبي عمل لي، أوكي بتأكد أنا رقم تليفوني أنا اللي مربوط عليه وبس أخلص بغير الباسورد، تشينج باسورد كلها ثلاث ثواني. يعني هلا بهاي الحالات الخطورة مش بالمزامنة، الخطورة بمين بيقدر يفوت على الدرايف. هلا ليش بنسرق الفيسبوك؟ بنسرق عشان الصور، بنسرق عشان أنا أبعت لأصحابك رسالة وهاي كثير منتشرة، حولوا لي 100 شيكل كارت انا عملت حادث عند ريحه وزوجتي بالمستشفى، او يعني انا مثلا بسرق حسابك لاصدقائك الناس اللي بيعرفوك اللي بيثقوا فيك اللي كل يوم انت بتحكي معهم، انا والله صار معي مشكله وبريحه وصار معنا حادث سير مش عارف شو وبدي 100 شيكل كارت، ببعتها ل 1500 صديق، اذا عندك 1000 صديق او 1500 على حسابك. هلا في ناس راح تبعت لي، في حالات احنا حساب فيسبوك واحد ممكن اجانا حالات 28 و30 الف شيكل ارصده تحول من اصدقاء هذا الشخص. وللأسف هاي كلها يعني هي بتروح، حكينا انه في ناس بيستغلوا الانقسام، بتروح على شرائح جوال موجودة في قطاع غزة وبتناقلوها من شريحة لشريحة وبعدين بيرجعوا بيبيعوها وبيستفيدوا من حقها. هاي واحدة من أسباب ليش الناس بتسرق حسابات الفيسبوك. إذا أنت مثلا عندك صفحة مربوطة، يعني البابليك بيج اللي مربوطة على البيرسونال أكاونت، الصفحة العامة المربوطة على الحساب الشخصي تبعي، اليوم صفحات عامة بتعمل دعايات مثلا لمحلات لماركات بوصل حقها ملايين على الفيسبوك الصفحة. هلا إذا أنت تعبتي على صفحة وعندك مثلا
4 5 ملايين متابع لهي الصفحه. هلا بس بتم سرقه حساب الفيسبوك تبعك، مش لانه بنسرخ بده يسرق فيسبوك، لانه بده ياخذ الصفحه، وانت بتستخدم هاي الصفحه مثلا عشان تسويق منتج، وهو باخذها بروح ببيعها بدوله تانية لشخص بقول لك انه ببيع منتج تاني، او في نفس البلد انه خد يعني استغلوها بنعمل دعايه لمنتج تاني عليها، بدل ما نقعد 5 سنين واحنا نتعب ونعمل مصاري كمان. نعم نمول هاي الصفحه الفيسبوك ليصير عليها 5 مليون متابع، احنا بنجيب لك اياها جاهزه، انت بس غير اسمها ويلا امشي. يعني هاي الحالات انه اللي بتصير فيها السرقه يعني للاسباب هاي. قبل ما ناخذ سؤال ليندا تعليق على الموضوع نفسه بهاء. سيادة العقيد حكيت على الموضوع تبع سرقة الحسابات، هو مش سؤال استفسار يعني مرتبط أيضا في ذات السياق. شو بصير إذا ضاع الجهاز نفسه الهاردوير نفسه؟ هل بإمكان الشخص الجهاز بالتحديد تمام، وأنا ما عندي فرصة كافية إنه أنا مثلا أروح أدخل على جيميلي أو على الأكاونت تبعي إن أنا أبدأ أعمل ديسكتيفيت الأجهزة تبعتي؟ الشق الثاني من السؤال، نسمع كثير وبنشوف انه احيانا كيف انا بقدر اهكر حساب لشخص على فيسبوك او انستغرام او ايا كان من هذا، انه انا ببعث رساله فيها بلوك معين او فيها بق معين، بفوت على صفحه انترنت وبعدها بنزل اللي هو الفيروس او النسخه من البرنامج مضروب عندي على الجهاز زي الفيروسات، وببدا اسحب في الداتا مش بس من خلال فيسبوك. هذا يعني اوكي. هلا الشق الاول اللي هو الاجهزه الهاردوير. هلا اليوم الاجهزه السكيورتي فيها الامن فيها كثير عالي وكثير منيح. المشكله وين؟ المشكله اذا احنا مش حاطين باسوردات على اجهزتنا. لكن اي حدا، وانا بنصح الكل، حطوا نقش على اجهزته، مش لانه انا حاطط نقش لاني بدي زوجتي تشوف ولا بديش اخوي يشوف، لا. هذا الجهاز اذا وقع مني وانسرق، معقول كل بيانات اللي عليه بكل بساطة بيعمل هيك في إيده بيفتح الموبايل وخلص؟ فدائما حطوا باسوردات قوية، حطوا يعني النقش بالتحديد، غيروه كل فترة وفترة. هلأ الوحدة من خيارات إنه كيف نقفل الجهاز، يعني أنا مثلا جهازي هاي مقفل، لازم عشان أفتحه بيجيني أرقام عشان أحط باسورد أو البصمة مثلا. هلأ هاي قفل الجهاز كثير إشي مهم. هذا الجهاز إذا ضاع وأنا مقفله، مين بيقدر يأخذ عنه بيانات؟ ولا حدا. ليش؟ إذا كان آيفون أصلاً حلاش بعرف يفتحه لأنه مرتبط بالكلاود، حتى لما يفرمته وبده يرجعه بكله فوت الكلاود اللي كان عليه ما بيقدر، وبالتالي بصفي الجهاز معاه منظر، يعني بصفي يعني بيبيعوش بس بستخدم منه الشاشة، يعني ممكن يأخذ الشاشة والباور تبعه يعني قطع بس الآيفون. بالأندرويد لا، ممكن في حالات إنه اللي بيسرق جهاز أو اللي بيلقى جهاز إذا فرمته، يعني إذا عمل الفورمات له وشال كل شيء عليه، ممكن يرد شغله ويستعمله، لكن هو ما بيقدر يحصل ولا على إشي من البيانات اللي كانت على الجهاز. وبالتالي بهاي الحالة أوكي أنا ممكن أفقد الجهاز، وهذا في عنا طرق إحنا كيف نتبع سرقة الأجهزة بالمناسبة يعني، وبنلاقي في حالات كثيرة. لكن أنا مرات بشعر إنه البيانات، مش مرات دائما، البيانات اللي على الجهاز أهم من الجهاز. يعني أنا صور اللي على الجهاز وخصوصية اللي على الجهاز أهم من 3000 أو 4000 شيكل مثلا ثمن الآيفون هاد. وبالتالي لما أنا أحط باسورد، لما أنا بقفل الجهاز، أنا بكون حافظت على بياناتي اللي هي أهم من سعر يعني الجهاز. يعني أنا بعرف الشيء، أميل إلى أن لا نضع أي شيء خطير ومهم على البليفون. ليش؟ لأنه أنا بدي أخذ بعد أعلى من أنه واحد يعني هاكرز، بدي أخذ على مستوى دول ومخابرات. مخابرات عندها تقنية تستطيع أن تأخذ كل شيء كتبته على النت حتى لو مع بداية النت، فبالتالي ما في إشي بنمسح حسب علمي على النت، فممكن هم يدخلوا على جهازي بأي حالة هو فيها، وممكن يستفيدوا ويضروا على مستوى عالي، كمثلا احتلال عنده قدرات عالية في الموضوع. فإحنا بدنا نكون حريصين إنه ما نحط أي إشي مهم خطير، وإذا كان في إشي مهم أنا أحفظه بالبيت زي ما حكى، خلال شريحة خلال كذا في 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 البيت بضل احتمالية إنه ينفقد أقل. أما البليفون ممكن أضيعه، ممكن هم يدخلوا. أنا بعرفش، حضرت فيلم عن المخابرات، البليفون هان والجهاز هان الكمبيوتر، فتحوا من خلال البليفون المخابرات،
على ونسخوا كل الفايلات من خلال البليفون. فاليوم التكنولوجيا أعلى ما نتصور بكتير، فبدنا نكون حذرين. يعني أنا قرأت تقرير إنه لو جبنا هلا جمعنا كمبيوتر من كل، مش براند يعني، مش شركة واحدة صنعت كمبيوتر، رحنا اشترينا مجموعة قطع وجبناهم جمعنا جهاز، بعد قديش يخترق؟ بعد 13 دقيقة. اي بي جديد مباشرة. فيلم سنودن بحد ذاته هو بحكي بشكل واضح وصريح عن قديش حاول تحمي حالك إذا كان حدا بده يخترقك، تحديدا لما بنحكي عن أجهزة استخباراتية. نعم. إذا كان يعني تحت أي ظرف من الظروف يعني. نعم. عشان هيك الحل ما هو، شوف، من يتحكم بالتكنولوجيا مالكها. 93% من الهوستنج من الاستضافة على الانترنت في العالم هي بالولايات المتحدة الأمريكية. عشان هيك حتى احنا يعني في محاربتنا للجريمة احنا محتاجين يكون تعاون قضائي بيننا وبين امريكا. انا اذا بدي من فيسبوك اي معلومة بقول لك هات لي طلب قضائي من قاضي صلح امريكي. اذا انا بدي من انستغرام، هي فيسبوك انستغرام نفس الشركة، من واتساب نفس المالك. طب من مايكروسوفت، مايكروسوفت امريكا، ابل امريكا، يوتيوب امريكا، يوتيوب جوجل اشترطها فهي امريكا، كل الهوستنج ياهو هوت ميل اعطوني كله امريكا، كل هوستنج في كل الاستضافه في الولايات المتحده الامريكيه. هذول بقول لك انا بعطيك، في قوانين تلزمهم يعطوا، بقول لك بس هاي القوانين قانون الامريكي الزمنا. فانت بده يكون تعاون قضائي مشترك مع الولايات المتحده الامريكيه عشان يعطوا. فعشان هيك فيسبوك مثلا بتتعاونش اليوم، مش معنا بس، مع فرنسا هيك ومع المانيا هيك بقصة التعاون القضائي. لما بدنا بيانات بتعاملوا في حالات لها علاقة بالصور الإباحية بالتحديد للأطفال، يعني ممكن في يكون تعاون سريع بدون الأمريكية نفسها تحضر ذلك. تحضر ذلك. فبخصوص الشق الثاني من سؤالك إنه التهكير، شوف قصة التهكير، يعني أنا بقول لك فلان هكر فلان هكر، لا يا عمي مش هيك القصة. القصة إنه إحنا بسيطين في تأمين حساباتنا أكثر. هلا خلينا نحط شوي الاختراق يعني المنظم الدول، او انه والله يعني انا مثلا ببعت لك رابط، يعني كثير هاي مثلا من الحالات انه رابط صوره ابني وصوته لي، طيب بدي صوت لك، بكبس على الصوره بيجيك رابط، الرابط هذا بيقول لك انتر يور، اعد ادخال كلمه السر وكلمه المرور كمان مره، فيسبوك انت مره واحده بيلزمك تفوت عليها. هلا مش كل شيء بتعمله بدك تحط الباسورد، بمجرد كبست على هذا الرابط طلب منك اعاده ادخال كلمه السر وكلمه المرور، هاي فيك، هذا حساب مزور، هذا حساب وهمي، الهدف منه بيكون اللي بناه انه يسرق الباسورد اللي انت كتبته، انت بتدخل هاي بتطلع عنده. اليوم كثير بيستخدموها بسرقة الفيز حتى في موضوع التجارة الالكترونية. اليوم احنا يمكن الشيخ تفضل يعني تفضل بإشي وقال انه ليش بتصير الجريمة المال؟ يا جماعة امازون بتبيع بمليون دولار بالدقيقة، كل 60 ثانية بنباع بمليون دولار من امازون. امبارح علي بابا يوم العزاب باعها ب 2.3 مليار دولار بيوم، 24 ساعة. نعم المال موجود، وبالتالي المخاطر والريسك راح يكون دائما عالي. وعينا احنا كيف نستخدم، كيف نشتغل الفيروسات. الفيروسات اذا انت بتستقبلش الا اول شيء، احنا يعني مرات كثير بنفضل ما نشتريش الا، انا بأمن اني بدي اشتري هذا الجهاز، بس اشتري برنامج حقه 1000 دولار او 500 دولار او 100 دولار او 100 شيكل. كلنا عندنا أجهزة، مين فينا عنده أنتي فيروس على موبايله أو على كمبيوتر وهو مشتري، ويعني هذا أنتي فيروس شغل ولا واحد، أو أغلبنا لا، أغلبنا لا، بنحيي نشتري الأنتي فيروس 120 شيكل بالسنة بيحمينا من 80 أو 85% من الفيروسات المنتشرة، حصان طرواد وهاي الفيروسات. هاي نصيحة وتوصية. بس نعم، كمان إحنا ما بنعرفش فيش التوعية العالية بالتكنولوجيا وبالتكنيك تبع التكنولوجيا، عشان هيك إحنا موجودين اليوم. يمكن فضيلة الشيخ قال إنه المواقع الإباحية ليش ما نسكرهاش، يعني أنا يعني موضوع كثير مهم. هلا لو الدولة حجبتها، أنا مش ضد يعني الدولة تحجبها، أنا مش الدولة يعني أنا ضد. هلا في تجارب دول إنه حظرت، طب شو صار؟ صارت الناس تروح تدور على طرق بديلة، إما بروح بيشتروا ال VPN اللي هو ال IP الوهمي، وهذا بيشتروا فيه، أو بكونوا هم يعني ضحية لعمليات احتيال من خارج الدولة أو لعمل استخباري من خارج هاي الدولة، إنه والله أنت فوت على سيرفر إحنا عنا عاملينه عشان أنت تفوت على هاي المواقع اللي بحي. لكن اليوم أنا بقول أي ولي أمر، يعني إحنا نحافظ على أولادنا. هلا لما نبني البيت بنعمل مواصفات وبنعمل عزل في الوجايه وبنعمل دبل كلاس، يعني انا مرتي جننتني وانا بجهز في بيتنا وستاير ولون الغرفه ومش عارف شو، ليه تحضر وبتزعل منا؟ عشان انا اوفر الهدوء والطمانينه واجواء حلوه لاولادي، مع انه جيراني
احنا مجتمعات باغلبنا قبليه، مين جيراننا، قرايبنا، اولاد عمنا، اخوتنا، يعني حتى في المدن يعني نعرف بعض. لكن انا بخافش على اولادي من 2.4 يعني مليارين و400 مليون واحد على الفيسبوك. انا بخافش من 1.2 مليار مليار و200 مليون حد على الواتساب، 800 مليون على الانستغرام. هدول عادي اولادي بفوتوا على الواحد بالليل بتنتين بالليل من غرفهم على الواتساب وعلى الفيسبوك وبيحتكوا على التيك توك. هذا التيك توك اللي اليوم هلا بفوتوا بيحتكوا بالمليارين، وكانه هالمليارين و400 مليون محترمين، بس ابن اخوي اللي جنبنا هو اللي خايفين احنا منه. لا يا جماعه مش هيك القصه، لازم نحط سياسات كيف نستخدم الانترنت في بيوتنا. واحدة من السياسات، وأنا مرة رحنا بمبادرة إنه فلترت المواقع، هاي خدمة بشتريها 120 100 130 يعني أدخن شركة يمكن 140 شيكل. كل شركات الاي اس بي الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي بالبلد عندهم هاي الخدمة. أنا بروح على حضارة، على الزيتونة، على مدى، على بي سي اي، الشركة اللي أنا ماخذ منها اشتراك الانترنت، بقول له بدي أفلتر الانترنت تبعي، بديش يفتح مواقع إباحية. بقول لي جزء منهم عرضوا مجاني كمبادرة، وجزء منهم بقول لك ادفع 100 شيكل بالسنة أو أكثر شوي. طب ما أنا بدفع إنترنت، يعني في حدا فينا بدفع لهش 100-120 شيكل خط نفاده؟ هلا وقفت على 100 شيكل بالسنة بنصير نشحد ومش قادرين ندفعهم؟ لا إشي رمزي. لكن إحنا للأسف ما بدنا. أنا عملنا مبادرة في منطقة، يعني إجا شخص وقال أنا بدي أمول هاي الحملة. أنا بكل قديش في أشخاص بدهم إنه نعمل إنه نفلتر لهم إنترنتهم، انا بدي ادفع تكلفته سنوي، بس هم يعطونا الموافقه. يعني شركه الانترنت بدون موافقه خطيه منه ما بتعمل. طبعا فبلشنا ننشر بصراحه، يعني اغلب الناس ما بده، لا للاسف ما بده. ايش بقول لك؟ ما هو مرات اولادي بيحتاجوا لمواقع طبيه وبتصير يغلبوا عشان يفوتوا اجزاء الجسم كله لقي حجه، بس جزء كبير من الناس ما بده. طيب عشان قرب الوقت ينتهي اخذ سؤال. مش كافي. شو سؤالك كريم ده؟ تفضلي. اول شيء بالنسبه لعقوبه الجراء ابتزاز الرقم الالكتروني، انت حكيت انه اقصاها 3 سنوات، هلا قديش تقريبا هي مده كاقل حد واعلى؟ يعني احنا قلنا اكثر، ممكن مده اكثر من 3 سنوات. وبناء على ايش بتقيموا الجرم او عقوبه الجرم؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال، في مجال لغير كريم بس معلش عشان ضروري هذا السؤال. في حال كان الممتاز من اراضي الداخل المحتله 48 او القدس، كيف تتصرفوا معه بما انه احنا قانون وللاسف الاحتلال قانون اخر؟ واخر شيء معلش، في عندنا بالنسبه للصوم احنا كثير مهمين هذول، وفي امر مهمه بالمجتمع المفروض يكون لهم كمان حق ياخذ تعطوهم ندوات ورشات عمل بهاي بقصص هاي، لأنه كمان هم واعيين زينا زيهم. فأنا من هون بطالب سيادتك إنه أنا بتدرب في الهلال الأحمر الفلسطيني بمدرسة الصوم، وبصراحة طلبوا مني الهلال، فأنا قلت لهم إني اليوم عندي ندبة بخصوص هذا الموضوع، قالوا لي هذا الموضوع كتير مهم بما إنه في طلاب كتير موجودين وطلاب مراهقين كمان في مدرسة الصوم. فأنا بتوجه لحضرتك إنه نعمل ندبة لطلاب الصوم في الهلال الأحمر. يعني انا رح بلش من الثالث. انا بشكرك، انت يعني ما شاء الله عنك وحرصك خاص، يعني ببين قديش انت ما شاء الله عنك. مهم جدا انه هذول هم جزء من المجتمع، ومهم انه نتواصل معهم، ويعني عتابك في محله. يمكن ما بعرف ليش ولا مره انا رحت، يمكن ولا مره مؤسسه بعثت لنا دعوه، بس هم لازم يبعثوا لنا. لكن انا يا ستي جاهز بالوقت اللي انتم، وانا جاهز يعني احنا ممكن نرتب، يعني بس اعطوني قبلها بكم يوم عشان بس اكون ارتب برنامجي، وانا حاضر من جنين للخليل باي مكان. يعني انت هون بالهلال برام الله، لكن في محافظات تانية انا جاهز، يعني بالاغلب انا راح اتحرك، واذا انا ما قدرت لانه عندي بيكون التزام انه نحرك حدا من الضباط المختص يعني في هذا الموضوع، واحنا مقصرين في هذا الموضوع، ويعني واجبنا انه نزورهم ونقدم لهم بس التوعية في هذا. بالنسبة لهي النقطة، انا بخطب الجمعة في محافظة رام الله في المساجد الرئيسية. كانت الفكرة عندي، بعرفش يعني اذا بنناقشها بعدين، بتاخذي رقم تليفوني من الدكتورة، انه خطبة الجمعة اذا احنا بنعمم عليهم انه يكونوا مثلا في مسجد محدد ويكون في مترجم لخطيب الجمعة، لانه للاسف برضو حتى خطبة الجمعة والوعي الديني ما عندهم. انا جاهز لاي
محاضرات سواء كان في موضوع الصلاة الصوم الكذا إذا في حدا بترجم يعني الوعي الديني. ليش؟ لأنه إحنا مقصرين في هذا الجانب، لكن برضو أنتوا اتصلوا وإحنا جاهزين إن شاء الله. يعني إحنا عندنا طلاب اثنين موجودين حاليا. ما شاء الله، شفت الأخت كنت بدي أجيبها على الجامعة عشان ترجم لهم بس بعرفس إن شاء الله. بموضوع الابتزاز، العقوبة تاعت الابتزاز نعم هي جنحة الابتزاز، مع أنه كان بالقرار بقانون 16/2017 جناية كان يعني بتوصل العقوبة أشغال شاقة مؤقتة في بعض الحالات من 3-5 سنوات أو 3-7 سنوات، اللي هي نص المادة 15-1 و15-2. لكن كان في احتجاجات من بعض مؤسسات المجتمع المدني أنه يعني كثير البالغ المشرع بتجريم الابتزاز، ويعني نزلوا هاي العقوبة إلى يعاقب بالحبس، والحبس هي يعني في إطار الجنح، والجنح لا تزيد الأحكام فيها عن 3 سنوات. أنا مش دارس قانون، أنا دارس IT، بس يعني على ما أذكر هيك. ونص المادة 15-2 حكت في بعض الجرائم الابتزاز اللي بيكون فيها مس بالشرف وبتأثر على النسيج المجتمعي وعلى ترابط الأسرة، حدد للقاضي. طبعا هو ببلش من أسبوع لغاية 3 سنوات، لكن في الحالات اللي بيكون اللي هي نص المادة 15-2 قال الحبس مدة لا تقل عن عام، يعني في حالات حدد قال كي للقاضي الحرية، القاضي هو اللي بيحدد وعنده القدرة انه يعني يشوف الأثر. لكن في الحالة هاي إذا كان إشي بمس الشرف أنت بتبلشش من أسبوع، رح تبلش من سنة لغاية 3 سنوات. موضوع القدس و48 إحنا في حالات كثير بنستقبل شكاوى، يعني مش إحنا مش في حالات كثير، إحنا بنستقبل في كل الحالات من القدس، حتى أهلنا في الداخل المحتل إحنا بنستقبل شكاويهم. وين بتصير المشكلة؟ إذا كان مرتكب هاي الجريمة تحت سيطرتنا الموضوع سهل، المشكلة لما إحنا بيطلع عنا IP لشخص موجود مثلا في الليل بالرملة بنتانيا بأبصر وين يعني. طب شو الحل؟ بصراحة هاي واحدة من المشاكل اللي حكيت عنها يمكن لما أنا بلشت، إنه هي محتاجة لإشي اسمه تعاون قضائي. طب في تعاون قضائي بيننا وبين دولة الاحتلال؟ للأسف لا، ما في تعاون قضائي. يعني طبعا ما فيش تعاون متبادل، يعني مش فيش تعاون من طرف واحد، من طرفين برضو. إذا في شخص عايش في الداخل وتقدم بشكوى للشرطة الإسرائيلية وكان مرتكب هاي الجريمة من عنا، برضو فيش تعاون قضائي، نفس الشيء. هلا هذا اسمه تعامل بالمثل، وهي قاعدة هي بتحكم كل الدول، مش بس يعني علاقتنا بدولة الاحتلال، حتى علاقتنا بباقي الدول. هلا نعم، في هاي الحالة في عنا مشكلة. الحل إنه إحنا آثار الابتزاز بنشيل، بمعنى إنه هذا مثلاً الفيديو اللي مصور له إياه وين بينزله؟ بنزله على يوتيوب. هلا بنيجي على يوتيوب بنقولهم إنه هذا وبأخذوه بيعملوا له بصمة، يعني وكأنه بصمة، بيمنع تنزيله لاحقاً كمان مرة، بنحذفه. أي حساب على الفيسبوك بيتم الإبلاغ عنه بشكل سريع لإدارة فيسبوك. فيسبوك عندها سياسات للنشر، إذا حدا عارض هاي السياسات، هلا مش دائما عادي للسياسات بالمناسبة، يعني إحنا والمحتوى الفلسطيني على الفيسبوك محارب اليوم، اليوم في هجمة على كل المحتوى الفلسطيني. هلا هاي سياسة فيسبوك، يمكن عدونا أشطر منا في كيف يتعامل مع إدارة الشركة، يعني هو فاهم شروط النشر أكثر، عنده القدرة على إنه يعمل ريبورتس ويعمل تقارير عن المحتوى الفلسطيني ويحاربه من خلال الشركة ويطلب من الشركة إنهم يزيلوا. هلا إحنا بنفس هذا الأسلوب مرات، إذا كان هذا المحتوى اللي بيجينا الشكوى فيه بتعارض مع جزء يعني مع سياسات النشر في فيسبوك، نعمل تبليغ من عندنا لفيسبوك إنه هذا يتعارض مع سياسات النشر، ففيسبوك مباشرة بتحضره وبتشيل هذا المحتوى. إحنا أسرع إذا كان هذا المحتوى يتعلق بالتحديد في الأمور اللي تتعلق بممارسات جنسية لمن هم لم يكملوا 18 من العمر، تكون استجابة فيسبوك كثير سريع، وممكن على مستوى يعني ممكن فيديو مرات كثير من فيديو بيحمل مضامين إباحية بصيروا الناس يبعثوا لبعض، فيسبوك مباشرة يعني بمجرد بلغنا، وإنه مش بس بتشيل المحتوى، حساب الفيس نفسه بتلغيه وبتمنع صاحبه من انه يفوت عليه مره ثانيه، وبتعمل يعني وكانه بتحط الايميل اللي كان مرتبط بهذا الحساب في بلاك ليست، الصوره بتاعت البروفايل في بلاك ليست، ممنوع تستخدمها مره ثانيه على فيسبوك. دكتور بس بدي اخذ سؤال، اذا في اسئله دينيه انا عشان والله في اجتماع، في اي سؤال ديني ولا هو بسد ديني
وأمني فأنا اسمحوا لي. هو لازم يشوفك الدكتور حسين. بده يعني طيب بنحاول ننهي يعني ناخذ سؤال الدكتوره شاديه. انا المداخله بشكركم على هالمداخله اللي استفدت منها بالذات الجانب الديني. استفدت من بعض الاشياء القانونيه والمهمه الواحد يكون يعرفها. بشوف انه احنا بحاجه لاكثر ورشات عمل هي اكثر بروسس بالاجراءات، يعني مش شيء عام نسكر هون ونفتح هون ونعمل، لا انا بشوف انه مواطن لما بده يوصل له هذا الابتزاز اجراءات العمل من حديد ما يوصل لعند الشرطه لحد ما تطلع للقضاء، قديش بتقعد القضاء فيها، هل جميع القضايا ال 90 قضيه اللي بتلعب للقضاء هاي بصير عليها مثلا شنو ولا شو نوع هاي الاشياء؟ يعني احنا ما نحكي هل هاي ال 90 انتهت؟ 90 برام الله اذا ما انتهتش برام الله بس 90 اذا ما انتهتش ليش ما بتنتهيش؟ قديش تقعد مدتها؟ طب قانون العقوبات هل هو موجود متناول اليد وسهل وواضح؟ اي مواطن بيقدر ياخذ ويقرا ومنشور على ومبسط بطريقه بمفاهيم واضحه بيقدر اي مواطن يستوعب ويفهم ويمشي عليه. هل العقوبات اللي تم الحكم فيها مشيت صح ولا طلعوا منها زي ما بقول مش عارف من عالجين؟ دكتوره يعني يمكن يمكن كمان يعني هل اختلفوا كمان العقوبات اللي أصدرت بالضبط؟ هذه يعني شفافية واضحة هو يعني. هو شوفي يعني هو لازم يسأل حدا مجلس القضاء الأعلى أو من النيابة العامة، لكن قصة إنه واحد بنحكم وما بتطبق مستحيل. كيف يعني؟ قديش بتقعد المدة؟ قديش هلا المدد؟ 3-4 أشهر التقاضي؟ لا 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 ممكن أكثر. لا يعني فيش مدة، يمكن هو أنا إجراءات القضاء يمكن القضاء بيحكي عنها أفضل مني. هلا في قضايا بتنحكم خلال 6 شهور، خلال 7 شهور، خلال 4 شهور. أنا لليوم مرات بنطلب على المحاكم بتقارير فنية عملتها في عملت تقرير فني بال 2015 لسه بنطلب على محكمة اليوم بال 2019 الأربع خمس سنين بالقضاء. هلا إسرائيل بيتم الابتزاز منه أو فلسطين، هلا أكيد سهل التعامل مع التليفون الإسرائيلي، نقدر الفلسطيني سوري نقدر نوصل للجانب بسرعة إذا تليفون فلسطيني. احنا شوف احنا لما نحكي على الانترنت لما انت حكيتي شيء انا بحب انا لما نحكي الناس تحكي على البروسيس مثلا هذا مهم انا بالنسبه لي البروسيس هو اساس الشغل بس على الانترنت ما في بروسيس. هلا كيف في بروسيس؟ انا عندي حساب فيسبوك الامير الاخضر منيح او عندي حساب سميته الزئبق الفسفوري يلا وهددتك مين بده يطلع اول شيء على الانترنت في فلسطين غير مراقب يا جماعه فيش حكومة في فلسطين يعني انتو شو بتكتبوه هو بمرقش من باب دارنا وانا بطل والله فلان بتحكي مع فلان وفلان لا 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 ما في حدا بيراقب الانترنت بفلسطين الدولة وحرية انه الناس تكتب وتحكي وتستعرض وتروح وتيجي وين بدها على الانترنت هذا القانون كفله وما في دولة ما في وزارة اتصالات كثير دول وزارة الاتصالات عندها مركز او مكان وطني بسموه الدي ان اس الحكومي او الدومين نيم سيرفر الحكومي اللي هو خادم نطاق الاسماء اللي من خلاله بتطلع على كل الترافيك على كل شيء الناس في الدوله بيشتغلوا هذا مش موجود بفلسطين فلسطين مش حدا بيراقب والدليل انه هاي الناس قاعده بتكتب وبتسب لا مخلين رئيس ولا رئيس وزراء وما حداش بيجي بكلهم تعالوا لانه يعني جزء من انه حتى اللي بيرتكبوا جرائم احنا ما بنعرفش مين هم ليش لانه فيش شيء مركزي عندنا انه والله هاي حساب فلان هذا الحصان الاسود والله من بيت سامر الهندي هاي ما نشوف مع الامي بيحكي لا 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 مش موجود وبالتالي احنا تبدا متابعتنا للجريمه بعد ارتكابها حساب الزئبقه الفسفوريه اللي هددك بعد ما انت تروح تقدمي شكوى بمديريه الشرطه بتبلش متابعتنا لهذا الحساب بس انا بدي هاي البروسس هل المواطن واعي كفايه على البروسس اللي على المجني عليه مش على الجانب مش شغل الشرطة مع الجاني اللي بده يبتز المواطن نفسه المواطن نفسه بيعرف وين يبتز أيوة بيقدر يعرف وين يتوجه دكتورة يعني يمكن إحنا ما بنقدر نجاوب يعني أنا ممكن يعني في عندي معطيات مثلا الإحصائيات السنوية هي معطى إنه هل الناس في ثقة والناس بتيجي ولا بتيجيش أنا بالألفين إحنا بنينا وحدتنا بالألفين وثلاثة بال 2013 كان عندنا 173 شكوى بال 2014 361 بال 2015 502
2017 1327، بال 2016 17 2028 18 2568. هذا شو معنى؟ معناه انه الجريمه بال 2013 كانت موجوده، مش الجريمه زادت. انا بتقدير وعي الناس. هلا حكيت الوعي مهمتنا كلنا. يعني انا كثير انبسطت من الدكتور حسين لما حكى، ويا جماعه ما تزعلوا من الدكتور والباقي الطلاب انه نروح على المدرسه. والله شوفوا اذا مش كلنا ساهمنا مع بعض وبنينا مع بعض إشي، البلد بلدنا هاي بتضيع. طب قديش بده يقعد الابتزاز عن طريق التليفون الفلسطيني؟ قديش الشرطه لازم تقدر تعرفه؟ هلا كيف يعني اذا انا عملت اتصال؟ لا اذا انا ابتزيت من تليفون فلسطيني كيف بدي اعرف انك من تليفون فلسطيني؟ ما بعطيك التليفون. انا بحكي لك الشركه الفلسطينية كيف تعرفها دكتوره؟ ما حداش مراقب الانترنت من وين بيطلع. يعني احنا كل القضايا اللي بتيجي سواء من السويد ولا جارنا برام الله اذا هددني او اذا ابتزني، بالنسبه لي يعني واحد انا كمتلقي شكوى، ما انا هذا النون مجهول. هلا في بروسس طويله، احنا طبعا هي سهله ديري بالك، هي مخاطبه لفيسبوك. مين صاحب الفيسبوك اكاونت هاد؟ اعطوني الايميلات اللي اشتغل منها، اعطوني الاي بيات اللي استخدمها. تاخذ من فيسبوك 30 ثانيه بيطلعوا لنا اياه، لكن فيسبوك ما بردوا علينا الا اذا في شيء اسمه الام عليه الماتشوال ليجال اسسمنت، اللي هي طلب تعاون قضائي دولي. انا من خلال بروسس طويله عريضه ببعث للامريكان، الامريكان بيقتنعوا ببعثوا للاف بي اي، الاف بي اي ببعث لفيسبوك بعد ما اخذوا قرار من قاضي صلح. أشهر يعني هذا إذا قرروا يردوا علينا. قرروا. إحنا بردوش علينا، يعني ولا مرة طلبنا تعاون من أمريكا ورد. عشان هيك إحنا في عنا وسائل إحنا ابتكرناها ضباطنا كيف نتبع. فأنا بقول إنه مش 100% من الشكاوي اللي إجتنا إحنا وصلنا فيها لنتائج. هذا اللي هلا ما زالت قضايا عنا من 2016 ومن 2017 حتى اللحظة مش قادرين نوصل فيها لنتائج. ليه؟ لأنه إحنا ما في بروسس إمكانيات. نعم، هي بتعتمد على الناس، بتعتمد على مرتكبي هاي الجرائم، هل هم بروفيشنال، هل هو عن جد فاهم شو بيعمل، وكل ما أنا بحاول أفوت له من منفذ بسكره بوجهي، ولا هو حدا يعني أنا سهل أتعامل معه. أنا يعني تعقيبي على هذا الموضوع إنه الوقاية أفضل ألف مرة من العلاج، من العلاج. نعم. مليون مرة من العلاج، فالحماية والوقاية أدرس ودوروا على طرق الوقاية أهم مليون مرة من كيف أنا أوصل لجهاز الشرطة وحل لمشكلتي. إجتني ست، يعني هاي قصة مهمة، كيف المرات قلة الوعي وقلة والجهل وقلة المعرفة بتخلي البني آدم يكون ضحية. إجتني ست بتبكي إنه في حدا بينزل صورها على على فيسبوك، أخوها كل ما ينزل منشور بيروح بجيب صورة أخته بنزل له إياها تعليق، صورة لبنت لابسة كات وشورت وبتبكي، ويعني وأهلها قصة وأخوها يعني. فإجت عندي على المكتب، إحنا عادة ما بنتلقى الشكاوى، الشكاوى بتلقوها الأفرع، فحالتها قلنا لها أقعدي يعني، حلتنا لها مي وهديناها شوي، إيش في؟ قالت لي هيك أنا في حدا اخترق موبايل وأخذها الصورة وكل شوي بنزلها، هي محجبة ولابسة يعني لبس شرعي وهيك. فقلنا لها وين فرجتني الفيسبوك اكاونت، فعلا هاي صورتها ناشر. طب من وين جاب الصوره؟ طب يعني انت هون يعني قعدت معها ضابط شرطه عندنا، يعني سالتها انه يعني انت بعتيها لحد؟ احكي لنا يعني، ما تخافي ما راح نحكي. قالت لا ما بعتها متاكده. قالت 100% لانه ممكن نفحص لا يكون في مالوير، لا يكون في شيء فيروس على موبايلك. فحصنا موبايلها، فاكتشفنا انه الصوره هاي هي عاملتها بروفايلها على الواتساب. طيب وهو انو بيقدر يشوف الواتساب الببليك كل الناس. فلما سالناها طبعا طب ما انت هاي الصوره هيك انت عاملتيها بروفايلك. قالت ليش هو اللي بيشوف الصوره هاي؟ بس انا عندي ثلاث صاحبات، خواتي التنتين وصاحبي، هي اضايفه بس ثلاثه على الواتساب. تعتقد انه بس هدول الثلاثه اللي بيشوفوا صورتها؟ هي مش عارف انه 1.2 مليار واحد بالعالم بيشوفوا صورتها. هذا مبني على قله المعرفه، على الجهل. يا جماعه مش عيب، انا ما عندي فيسبوك، مش عيب ما يكونش عندنا فيسبوك. العيب انه عندنا فيسبوك وبنعرفش لا نأمنه ولا نشتغل عليه، وكل يوم بصير معنا مشكله. هذا العيب. اليوم بيجونا ناس والله ما بيعرفوا يكتبوا، لما بيعملوا محادثات على الواتساب بيعملوا محادثات صوتيه وعندهم ثلاث اكاونتات. ليش موضوع معقول فلاني الهبله عندها ثلاث وانا ما عنديش؟ او الشباب الناس اسمحتي لي دكتوره، وكانه صفت موضه عندنا، لازم يكون عندي حسابين وثلاث، لازم يكون. عيب ما يكون شيء على الالكتروني على التليفون. قلت لك يا سيادة العقيد سامر، هذا التليفون عماله بيستفزني بالمكالمة بصوته، عم بسمع صوته. شو بتعمل؟
سهل، نص ساعة بنكون حالين الموضوع. نص ساعة؟ إذا فلسطيني طبعا. إذا حدا طيب بيبتز حدا، يعني إذا أنت بتبتزيني هلا خلينا هلا بنحاول، معلش التفاصيل كثيرة هاي. نص ساعة بتأثر نحكي بعد ساعة هذا الموضوع يا ستي، بنص ساعة إحنا بنكون وصلنا للشخص، يعني عشان أنا عشان أكون هلا أنا أنت جيت اشتكيتي قلتي في واحد بيبتزني باتصال، هاي رقمه وعطيتك الرقم. طيب نص ساعة ساعة بكون أنا حكيت مع النيابة العامة وقلت لهم بدنا اسم صاحب هذا الرقم وجابوا لنا إياه. بس نص ساعة بعطينا إياه؟ بعطوني اسمه. أنت كعقيد مش أنا كمان. أنا طبعا أنا كعقيد من النيابة العامة مش مباشرة، جوال ممنوع تعطيني وطني من النيابة. بعد هاي النص ساعة شو دور؟ هلا بعد ساعة. هلا إيه صاحب الشكوى وين قدمها؟ بمحافظة وين؟ عندكم. إحنا ما بنستقبل. بمحافظة، بمحافظة رام الله، بمحافظة جنين، بمحافظة الخليل. بنحول الرد اللي اجانا للمحافظه بعدين دبر احنا ندبر عند المحافظه هلا عشان هيك انا سالتك عن البروسس الاجراء، يعني المواطن اللي قدم لك التليفون المقدم المواطن ما بيجي عندنا. اوكي المواطن من جنين بيقدم بجنين، من الخليل بيقدم بالخليل، من رام الله بيقدم رام الله. هلا فرع المباحث بيجيبوا الشكوى بدخلوها على النظام الالكتروني اللي احنا شغالين عليه. طيب وبحددوها شكوى الكترونيه، شكوى الكترونيه انا صاحب الصلاحيه اشوفها. طيب باجي انا بشوفها كمدير وحده، مش كل الوحده بتشوف اللي بحكي مهم. بعدين انا بحدد مين من الضباط اللي تبع هاي الشكوى. طيب هلا بحدد انه اكس واكس انتوا هاي مهمتكم منيح. هلا بشكوه شركه الاتصال الشريحه فيش داعي احدد ضابط يتبعها، خلص ما انا عندي رقم. اول شيء بطلب من النيابه العامه يجيب وارد لمكالماتك عشان اثبت انه هذا الرقم اللي انت اشتكيتي عليه هو اللي بحدد. هلا بدي اجيب انا بدي كشف يثبت، انت على راسي حكيك بس انا بدي اثبات. نعم هلا الشغل الثاني المحتوى الاتصال، ما في حدا بسجل محتوى اكيد، هذا انت بس ارقام انت بكتبتي، انا ما لي علاقه في اثبات يا ستي. مش حدا اتصل وهددك تليفونيا. صحيح. الصوت ما حد بسجله، لا بالتل ولا جوال ولا اريد. طيب. هذا انت مهمتك تثبتي انه انت تهددتي. طيب. انا مهمتي اثبت انه في عمليه تهديد، في اتصال صار من هذا الرقم على رقمك، ولا أسهل منها بطلب كشف صادر أو إله أو وارد إليك واجيبه، اسم صاحب الرقم إذا مسجل في جوال أو مسجل في أوريبو أو في بالتل إذا تليفون أرضي، بيقولوا لي هذا التليفون سأشتره فلان، مش سر حربي، أنا ماخذ قرار قضائي من 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 النيابة العامة إنهم يعطوني يزودوني البيانات، بزودوني هاي البيانات. أنت قدمت الشكوى بالخليل، أنا بس هاي البيانات تجهز والملف يصير عندي كامل خلال ساعة ساعتين يوم، بيعتمد على الشكوى. هلا إذا ابتزاز واجتني انه هاي بنعطيها اولويه عاليه. هلا اذا واحد مثلا يعني سب وشتم اولويتها اقل. هلا بس اذا شكوتي ابتزاز خلال ساعه او خلال يعني اقل من ساعه بنجيب مين هذا الشخص وبنحوله على المحافظ اللي محل ما انت تقدمتي بالشكوى. هلا وهذا في اطار البروسس اللي بيننا وبين النيابه العامه بالمخاطبات، في شيء اسمه الشكاء الاحتياجات الطارئه والعاجله، بترتب عليها حياه اشخاص. خلال ثلث ساعه في احتياجات بتيجي، لكن في احتياجات احنا بنطلق النيابة العامة بال2018 48 ألف احتياج الكتروني جاوبت. هلا مرات بقعد 20 يوم لا يجي، مرات شهر اذا انه مش مستعجل. ليه؟ لانه نيابة واحدة بتشتغل لكل الضفة، بالسنة خمس اشخاص على رأسهم الاستاذة نسرين زينة يعني الله يعطيها الصحة، هذا كثير. هي والطاقم اللي بيشتغل معها عددهم بيزيدش عن خمسة، لبوا لكل المحافظات والأجهزة الأمنية والنيابة العامة 48 ألف احتياج، قسمين قديش على خمسة أيام شغل من 8 إلى 3 قديش احتياج إلكتروني عندهم اليوم؟ وين بيسأل إذا كان الشرطة ما رجعت له حقه مثلا خلال الشهر أو شهرين، وين لازم يتوجه؟ هلأ الشرطة محل ما قدموا الشكوى بالحين الملف محل ما قدم الشكوى. هلأ بعدها بتم إحالة الملف وين؟ للنيابة العامة حسب الاختصاص المكاني، كل محافظة فيها نيابتها، والنيابة العامة بتحيل الموضوع للقضاء. هلا احنا كشرطه اذا الموضوع وصل النيابه العامه انتهى دورنا، الا اذا النيابه العامه طلبت نعمل تحريات شديده. يعني النيابه هون بتشتغل بالموضوع طبعا، ولا ما بتنزل ملف؟ لا ما في ملف بتسكر، ما في ملف بتسكر. ما في. ما في الا صاحب العلاقه بس هو. انت تقولي لهم انا بدي اتنازل عن شكوتي، عرفت انه سامر مثلا وخلص بدك تتنازلي. اذا الشكوى بترتب عليها حق عام، الحق العام بيضل القضاء بيتبعه وحقك الشخصي بيسقطه. لا ليندا بدي اعطي مجال الاخ هاشم. هاشم تفضل يا هاشم تفضل.
انا عندي سؤالين صغار. انت يعني انا بشوفك عم تحكي كيف، ولكن يعني انت ما حكيتش انه كيف يعني احنا كمحكومين كيف ممكن نتعرض للجرائم الالكترونيه. السؤال الثاني انه اذا واحد يعني تعرض على طريق الفيسبوك او على الكمبيوتر، هل ممكن انا اجي على أشكرك أخويا هاشم. هلأ الجزء الثاني أنه إذا تعرضت أو تعرض أي شخص بإمكانه بمديرية الشرطة أنه يتقدم بشكوته طبعا، وفي بعض الحالات إحنا في الوحدة مركزيا في استثناءات، يعني إحنا عادة نأخذ الشكاوي، لكن في بعض الحالات الخاصة إذا توجه لنا أي شخص احنا مباشره بنستجيب لشكوته. يعني بنطلع عن القاعده في الوحده المركزيه بحالات يعني الاحتياجات الخاصه، وهيك احنا جاهزين نستقبل اي شكوى بتتحول لنا من اي يعني اي مواطن بيجينا من اي محافظه، احنا جاهزين ناخذ الشكوى هاي ونتعامل معها ويكون في لها اولويه. يعني بالعمل احنا عددنا قليل، مرات بنقدرش نعطي نفس الاولويه لكل القضايا، فبنشوف بناء على خطورتها. وانا يعني بضمن لك انه ان شاء الله بتكون يعني شكاويك وباللي انتم بتتقدموا فيها ان شاء الله ما تحتاجوا يا رب، لكن في حال احتجتوا هي اولويه واحنا ممكن نتبعها مركزيا بالوحده، ما عندنا مشكله. طب كان في عندنا وليد، طليتك على سؤالك، بدي اختم بس بسؤال سؤالي جاوب العميد سامر. خلاص طيب شكرا يا وليد. سناء هلا هون فيسبوك عندهم شيء اسمه الذكاء الآلي الارتفيشال انتليجنس، هاي خاصية في الناس لما بانوا النظام، إذا شعروا إنه حساب سامر بيفتح في نفس اليوم من رام الله ومن الدنمارك بقولوا في مشكلة، وبيبين من الاي بي كل دولة لها رينجها. هلا بقولوا هون في مشكلة إنه واضح إنه في شخصين فاتوا على نفس الحساب، أو إذا أجى تبليغ عن الحساب هذا إنه انسرق، هم شو بيعملوا؟ بيجوا بيغلقوا الحساب وبطلبوا من صاحب الحساب يأكد إنه هذا حسابه من خلال إنه يبعث بطاقة هويته أو جواز سفر. هلا إذا بعث جواز سفر وأقنع فيسبوك بيرجعوا له الحساب على الإيميل اللي حطه بالطلب، بيرجعوا له الباسورد وبيفتح. هلا في حالات اليوم سهل إنه الواحد يبني هوية على الفوتوشوب وهاي البرامج، فإذا جاهم إثبات من الجهتين بيسكروا نهائي، ما بتعاملوا لا محض ولا محض ولا جواز. طيب في أي استفسارات هامة؟ سؤال هام آخر واحد. في أرقام دولية بتجينا على الواتساب بترن أو بالليل على الواتساب ولا اتصال عادي؟ اتصال عادي. أي السنغال نيجيريا وإشي من لبنان إشي من كوريا. هلا هدول كلهم هدفهم بشكل يعني عام هم احتيال مالي، عادة هدول إشي على الفويب، إنه الفويس اوفر اي بي اللي هو انا باخذ رينج اي بيات على الانترنت، بعمل اتصال فيهن اتصال صوتي عبر الانترنت بشكل عشوائي، بحط 100,000 رقم رينج وكل يوم رن على 5,000. هلا مهم ارن عارفن برنوا في اوقات متاخره 2-3 الفجر، صاحب الرقم ما يكون صاحب، بصحى الصبح بيلقى ايش انه جاي اتصال بيرجع له. هلا بيكونوا هدول دقيقه الاتصال اذا بتكلفني مثلا شيكل أو شيكلين، هم بيكونوا عاملينها 7 شيكل، جزء منها لشركة الاتصال وجزء للشركة اللي أخذت هاي الأرقام، هدفها بس موضوع مالي مش أكثر. طيب يعطيك العافية. السنغال نيجيريا ما ترجعوا لهمش لأنه أكثر شيء. يعطيك ألف عافية سيادة العقيد، وشكرا كثير لحضوركم الجميل.